قريت جرايد النهارده؟ هيكون فيها ايه يعني؟ ما جرايد النهارده زي جرايد امبارح. ايه يا ربيع الخبر ده؟ لانه مهمك قوي. شاب بريطاني متهم بقضيه قتل لشخصيه سياسيه يهرب من بريطانيا الى مصر. عادي، ايه الغريب في كده؟ انت قريت العنوان بس، لكن لو كنت قريت التفاصيل كنت هتعرف ان البوليس المصري قبض على الولد الانجليزي ده وناويين يقيدوه بشكل علواني. بس انا لحد معلوماتي مصر وبريطانيا مش ماضيين اتفاقيه تبادل المجرمين. ده بشكل عام، لكن لما يكون في مصلحه يبقى التبادل لازم يتم. ايه بس اشمعنى شاكر علوان؟ ما بريطانيا مليانه ناس زيه. لان هو اللي قضيته لسه سخنه ومش علينا الراي العام. يعني شاكر علوان هيرجع وهياخد جزاؤه؟ ده الجزء اللي يهمك انت، لكن انا بقى في جزء تاني يهمني اكتر. تقصد ايه؟ القانون. القانون اللي شاكر علوان معرفش يهرب منه، اللي هو نفس القانون اللي انت كمان مش هتعرف تهرب منه طول ما انت مسلم رقبتك لسامي محروس والناس اللي معاه. النصيحة دي خلاص فات اوانها. انا اتفقت معاهم على كل حاجة. الله يرحمك يا ولفت، تعبت قوي في الاواخر، قلبها ما يقدرش يستحمل كل اللي حصل لنا. انا اللي مش هقدر استحمل ان يكون سبب في موتها. ما تقوليش كده يا وديعة، ما حدش فينا بيعيش لحظة واحدة اكتر من عمره المكتوب له. انا بس قلبي وجعني على عيال الام ماتت وانا في بلد تانية، صعبان عليا نفسي ان انا مش قادر ارجع بلدي واخد العزا في ام ولادي. الو، انت في خطر يا شاكر بيه. السلطات المصريه وافقت تسلم المتهم الانجليزي للانجليز، ده معناها بقى ان انجلترا هتسلمك لمصر قصاد المتهم بتاعهم. عمليه التبادل دي لو اتفقوا عليها هيتقبض عليك وتترحل لمصر في خلال 24 ساعة. لازم تهرب بسرعة. اهرب فين؟ معرفش تروح فين دلوقتي. انت في انجلترا مش انا. تشيرز. مالك يا شاكر؟ فيها ايه المكالمة دي؟ أنا في كارثة يا مديحة. أنا ممكن تقبض عليا في أي لحظة وترحل مصر. أنا مستعد أرجع مصر حالا عشان ما بقاش حمل عليك. لا، إحنا مش هنسيب بعض تاني. أنا عندي ميعاد مهم أوي في ريتشمان هيلز. حاول أشوف طريقة نهرب بيها ونستخبى في مكان محدش يعرف يوصل لنا فيه. خلي بالك من نفسك. Yes. I'm Detective Sergeant Harris. This is DC Chase. I'm arresting you on an international warrant. If you'd like to come with us, please, sir, you can explain your rights on the way to the station. This is illegal. I want to call my embassy. I have to make a phone call. Come with us, sir. I have to make a phone call. Right, call the station. I'm
لسه شغال جديد في السفارة. الخدمة الوحيدة اللي أقدر أقدمها لك إنك تتعامل بكل احترام لغاية ما يتم ترحيلك لمصر بكرة الصبح. ما أعتقدش إن ماتيحة تحب تقعد هنا لوحدها. أنا مستعد أخليها تسافر معاك في نفس الطيارة لو عاوز. لا أرجوك، أنا مش عايزة تشوفني في الموقف ده خالص. حاضر، أنا هقعد معاها وأشوف هي عاوزة تسافر إمتى وإزاي. خلي بالك منها، ماتيحة حامل وأنا خايف على في بطنها. اطمن، مش محتاج توصيني على عمتي. عن إذنك. يعني ايه مش عايزني اسافر معايا؟ انا شايف ان انا نحترم رغبته الوحيده. انا ما اقدرش اسيبه في الظروف دي لوحده. مش هيكون لوحده، هيكون مع ناس كتير ويكسب تشوف يوم معاه. حظك وحش قوي يا شاكر. اللي حصل ده وقت احسن له، بدل ما يفضل هربان طول عمره. تفتكر ابنه اللي جاي الدنيا كمان كام شهر هيكون احسن له يلاقي ابوه هربان في لندن ولا محبوس في مصر؟ هو بال ما هيكبر هتكون الظروف اتحسنت، وانتي كمان هتقدري تشرحي له الحقيقه. الحقيقه ان مش ممكن شاكر يكون عمل كل ده لوحده. انا متاكده انه من وراه ناس كبار قوي سهلوا له حاجات كتير قوي من اللي عملها. تفتكري بابا من الناس دول؟ بعد اللي حصل ما بقتش استبعد اي حاجه. جورنال بكرة اللي كنت بتقري فيه. انا كمان جبت الجورنال وقعدت اقرا فيه كله. الحمد لله على كل حاجة. ربنا ما بيجيبش اي حاجة وحشة. وبعدين كويس بابا هيبقى جنبنا وعلى الاقل هيرجع يبقى في مصر. انت عارفة كويس ان بابا رجع عشان يتحاكم، وبيقولوا في الجورنال ان هو هيتسجن تاني. ان شاء الله هيبقى في محامين كبار يترافعوا عن بابا لحد ما تظهر الحقيقه. وهي ايه الحقيقه؟ الحقيقه ان احنا بنحب بابا وهو كمان بيحبنا، وهنفضل نحبه مهما كان الحكم عليه. سامع؟ يعني بابا ممكن يفضل مسجون واحنا نفضل لوحدنا طول عمرنا. مش عارفة المحكمة ممكن تحكم بإيه، بس إحنا الاتنين لازم ندعيله ونصلي إن ربنا يلطف بيه ويلطف بينا. الحمد لله على السلامة يا شاكر بيه. الله يسلمك. اتفضل استريح. فاكرنا بقى مش هنقدر نوصل لك؟ انتوا نفسكوا كنتوا فاكرين كده. انت تحت عينينا من اول ما هربت من البلد. انت عارف انا سايب لندن وفيها كام واحد هربان زيي؟ ده غير طبعا اللي في بقيه العالم. مصيرهم هيرجعوا في يوم من الايام يا شاكر بيه. بعد ما الاحكام عليهم تسقط زي اللي قبلهم. واضح انك هربت من البلد على الامل ده. ما انتوا ما اديتنيش اي امل تاني، وما سبتنيش اي فرصه صح او ضايع. بقى دي الجمله بقى اللي كلكم بتتشعلقوا فيها. وحاولتوا تفهموا الناس اننا غلطانين في حقكم وما سيبناكوش، مع اننا بنطبق الواجب والقانون. كل واحد بيشوف القانون من وجهه نظره، والشاطر بقى اللي يطبق قانون على الكل. البلد ما فيهاش غير قانون واحد يا شاكر بيه، هيطبق عليك وعلى كل اللي زيك، عشان تاخدوا العقاب اللي تستحقوه وتكونوا عبره لكل اللي يجي من بعدكم. على السلامة يا شاكر بيه. كان على عيننا رجوعك والله. أنا صدقتكم لما قلتوا هتحموني. ربنا يعلم الجماعة تعبوا قد إيه عشان يعرفوا يطلعوك بره البلد. بس اللي حصل ده شغل الدبلوماسية ما يقدروش عليها. وجاي دلوقتي بلغنا اعتذارك. أنا جاي أقول لك الاتفاق لسه ساري. تحافظ عليهم يحافظوا عليك. حافظوا عليا إزاي وكلام شهاد في إيدي؟ والمحكمة كمان أسبوع ولا اتنين. الجماعة هيعملوا المستحيل عشان يخففوا عنك الحكم، واحنا عندنا الرجالة بتوعنا في كل مكان. وغير كده ولادك
هيفضلوا في عينينا طول ما انت في السجن. مش كده اللي عليا. هنتصرف مع الديانة، نسدد جزء نجدول الباقي. مش هيفضل في ذمتك الا قضية الرشوة والكام حاجة اللي احنا مش هنعرف نشتريهم بالفلوس. قول للناس بتوعك اني مش هفضل ساكت كتير ومش هشيل كل القضية دي لوحدي. كلامي مفهوم؟ ماشي يا شاكر. انا مش هروح المدرسة. ليه بقى ان شاء الله مش هتروح المدرسة؟ عشان حاجي معاك نزور بابا. لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ وانا مش ابنه لازم اشوفه؟ مودي مش هينفع تشوف بابا في الوضع ده. هو كان في وضع غيره؟ احمد حبيبي بابا هيتأثر لو شفته جوه السجن. ومش هيتأثر لما ما يشوفنيش؟ احمد يا حبيبي عشان خاطري ما تتعبنيش اكتر من كده والبس هدومك. يا فريدة بابا وحشني وانا متأكد ان انا كمان وحشته. مش كفاية حرمت من ماما؟ طيب غير هدومك بسرعة، الزيارة كمان ساعة. وحشتني يا بابا. وانت كمان يا حبيبي. حاولت اجي من غيره معرفتش. انا مبقتش صغير، بقيت فاهم كل حاجة. طب توعد انك تفضل راجل البيت لحد ما ارجع؟ اسال فريده وهي تقول لك. اخبارك ايه؟ الحمد لله عايشين. بحاول امشي نفسي بالفلوس اللي معانا، بدور على شغل اضافي. لا يا حبيبتي لا، انت مش حامل البهدله دي خلاص. انا عندي اصحاب هيتصلوا بيك ويساعدوكي طول ما انا في السجن. فين دول بس يا بابي؟ ما شفتش اي حد يحاول يساعدنا من ساعه ما اتقبض عليك اول مره. هم مين دول يا بابا؟ ناس اصحاب حبيبي زمان. كانوا فين بقى لحد دلوقتي؟ كل شيء بقى وانا كان بينا شويه حسابات مصفيها. ما تشغلش نفسك يا كاب. الفتره اللي فاتت عودتني ان انا اخلي بالي من نفسي، اعتمد على نفسي، ما استناش مساعده من حد. اسمعيني بس يا فريده، انا احلامي كلها راحت في لحظه واحده. حتى الفلوس اللي حطيتها على مندا مش عارف ارجعها عشان اسدد بيها ديون عليا. كل ده كلام. الناس دول لو كانوا عايزين يساعدونا كانوا ساعدونا من زمان. فريده قالت لي انك مصدوم وهتطلع براء. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله هطلع برا. اهلا يا رأفت بيه. ما لقيتش مكان ابعد من المكان المهجور ده عشان نتقابل فيه؟ مباني مهجوره فاشتريتها. ما انت عارف الجو ملبش قد ايه الايام دي. طب يا اخي ما دام الجو ملبش قابلتني ليه؟ شكر علوان لو اتكلم هيأذينا كلنا. ومعليك واحد مننا. خلاص روح اقول له كلام. زرته في السجن النهارده قلت له، بس مش ضامن ان عايز مع كلام. نظراته مطمنتنيش زي كل مرة. وليه حق يا أخي لما يلاقي نفسه مسحوب كده من لندن على هنا. يشك آه، بس يلعب بالنار لا. أنا ماليش كلمة عليه وما شفتوش من ساعة اللي حصل. ممكن ما يسمعش كلامك وكلامي، بس مش هيقدر يزعل الحكومة. حكومة؟ مديحة أخت معاليك. احنا عارفين إنها مراته، وعارفين كمان انها حامل منه. مديحه ملهاش دعوه بالموضوع ده، مفهوم؟ مطلعها ليه بعد ما دخلتها بنفسها؟ مديحه ما تعرفش اي حاجه عن الحكايه دي. متخافش، مش هنشوه صوره معاليك وصوره جوزها قدامها. احنا بس عايزينه ساكت عشان يحافظ على نفسه وعليك وعليها وعلى البيبي اللي في بطنها. انت عارف يا رأفت بيه، الجماعة اللي معانا دول جدعان قد ايه، بس يوم ما يزعلوا زعلهم بيبقى وحش قوي.
مدام سناء، اتفضلي. اهلا بيكي يا نور عيني. اما كلمه مدام دي طالعه من بقك زي السكر والعسل. طبعا ولاد الزواج ولاد الزواج، انما يا اختي والنبي سيبك بقى من كلمه مدام دي وخليها سناء كده، وخلي البسط احمدي، مانيش كبيره قوي يعني. حاضر يا سناء، اتفضلي. انا مش هاخد من وقتك كتير. شكلك كده بتطبخي لقمه تتقوتي بيها، مش كده انت ولا جايبين لي فري شوشي من اللي بتاكلوه ده؟ لا ده ولا ده، تحت امرك. في الحقيقه يا بنتي اهل الحته لمولك القرشين دول عشان عمليه امك الله يرحمها، وهي برضو تنفعك اليومين دول انت والمحروس الصغير. متشكره قوي، انا معايا فلوس تكفيني. معاك فلوس تكفيكي منين يا دناي؟ طب ده احنا عارفين البير وغطاه، ده المعدن لو الربيع كان عايز يجيبهم لك بنفسه وخاف لحسن بعدين تفهميه غلط ولا حاجه. خدي يا فريده، خدي يا دنيا، ما تتكسفيش يا بنتي، خدي ما معاكيش حاجه تصرفي منها انت واخوك الصغير. خدي يا دنيا، ده سلوى اهل الحته، اللي تعبان يدوله واللي مزنوق بيقفوا جنبه من زمان. خدي يا بنتي القرشين، انت ما معاكيش حاجه تصرفي منها بعد امك ما ماتت وابوكي ربنا يفك سلوى. انا متشكره قوي، انا اصلي لقيت شغلانه كويسه ومبلغ كويس. شدي حيلك يا بنتي، فوتك بعافيه دنايا. فريدة تبقى في الظروف دي وانا اقف اتفرج عليها مخطوط. انت مش رحت من وراها لسنا هي جارتها وقالت لك ان فريدة خلاص لقت شغل؟ ما لقيتش شغل ولا اي حاجة، هي بس بتقول الكلام ده عشان ما يلمولهاش فلوس تاني. انا بصراحة اخاف اشغلها في الاوتيل تاني بعد ما قطعت الورق ورميته في وش المدير بتاعها. ما انت يا سيدي مش هتشغلها مع نفس المدير الغلس ده، انت مش قلت لي ان انت عايز جلسة اطفال؟ وهي ترضى انها تشتغل جلسة اطفال؟ اعتقد يعني يا مختار في الظروف اللي زي دي هتوافق على اي حاجة. بعدين بكررها لك للمره الالف، اوعى تقول لها ان انا اللي قايل لك تشوف لها شغل. مفهوم يا سيدي، مش عايز تحسسها انك صاحب فضل عليها، ما انا حفظت خلاص من المره اللي فاتت. ايه؟ ما طلعتيش فوق ليه؟ لا ما هو النهارده ما فيش طلوع، عايزين نقعد نتكلم مع بعض شويه. ماشي، عايزة تتكلمي في ايه؟ اصل الدكتور قال لي ارتاح شوية وانام على ظهري اليومين دول. دكتور مين؟ الدكتور اللي كشف عليا وقال لي اني حامل. حامل؟ مبروك يا قلبي، هتبقى اب. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده يا دين. انت عارفة انت مش قد اللعبة اللي انت بتلعبيها دي، واذا كنت مش عايزة تخسريني يبقى البيبي ده لازم ينزل وبسرعة. اولا انا ما بلعبش، ثانيا انا نزلت البيبي ده هخسرك فعلا يا كريم. ده هو يا روحي الحاجة الوحيدة اللي هتجمع ما بيننا طول العمر. قولي كده بقى، انت حملتي علشان تربطيني جنبك وعلشان تبعديني عن فريدة علوان؟ فريدة علوان؟ هو انت لسه بتفكر في فريدة علوان ولسه ناوي ترجع لها بعد ما اتجوزتني بعد عرفي يا كريم؟ انت بتخوفيني بالورقة اللي معاكي دي؟ انت اصلا المفروض تخاف منها عشان يوم ما تتنكر ليا ولابنك انا هرفع بيها قضيه، وشوف بقى الفضايح اللي هتتفضحها في البلد كلها. انت بتهدديني؟ لا انا مش بهددك يا حياتي، انا بنبهك. انت دلوقتي يا حياتي بقيت رجل اعمال كبير وعندك مشروع كبير قوي ما صدقت خطفته من شاكر علوان.
شوف سمعتك هتبوظ ازاي لما الناس تعرف انك بتلعب ببنات الناس وبتتجوزهم عرفي وبتخلف منهم وترميهم. انا مش ممكن اخلف منك طول ما احنا متجوزين في السر. في السر؟ لا خلاص يا حياتي، مش هيبقى في السر. انت دلوقتي هتروح على طول لخالك وتقول له قد ايه انت بتحب دندونة وما تقدرش تستغنى عنها، وانا واثقه انه اول ما يعرف هيجي يخطبني من اهلي على طول. انا كده فهمت، دي خطه حضرتك حطاها ومشي عليها خطوه بخطوه. الاول جواز عرفي، بعد كده حمل، بعد كده خلاص جواز رسمي. تصدق حتى لو كانت خطه زي ما انت بتقول، المفروض يا بيبي تعرف قد ايه انا بحبك. ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا بس ما تبعدش عني. مش هيحصل، مش هيحصل يا دينا. انا وانتي مش هنتجوز غصب عني، انتي فاهمه ولا لا؟ بس غصب عنك يا حبيبي انا اقدر اثبت بالقانون انك ابو ابني. روح وري العقد العرفي للمحامي بتاعك وهو يقولك يا بيبي انا اقدر اعمل بيه ايه. يا حبيبي يا ابو ابني. انا قلت دي فرصه تيجي تشتغلي معانا من جديد. ميرسي قوي، بس انت لازم تعرف ان انا ما اشتغلتش بيبي ستر قبل كده. انا متاكد انك هتتعلمي الشغل بسرعه، اصل الشغلانه دي محتاجه سنس اكتر ما هي محتاجه خبره، ومحتاجه امكانيات كتير. انا متاكد انها كلها موجوده فيكي. ايوه بس ممكن تديني فرصه افكر؟ ما اعتقدش انهم عندهم وقت يستنوا اكتر من كده. هما مين دول؟ اداره الهاوس كيبنج، اصل الشغلانه دي تبعهم. بس انت قلت لي ان الشغل هيبقى معاك انت. بصفتي مدير العلاقات العامه، اي نزيل لو بيبقى محتاج بيبي ستر بيبلغني انا وانا ببلغهم بعد كده. مش عارفه ليه خايفه، حاسه انها مسؤوليه كبيره. ما تخافيش، انا واثق انك عندك الشجاعه تعملي اللي انت عايزاه. وانا في امريكا كان في دكتور بيدرس لي عنده 50 سنه، مره بالليل رحت اتعشى في مطعم لقيته شغال هناك جرسون كمان. اي شغل مش عيب، العيب هو ان احنا نتذل عشان نعيش. بقالك كام يوم مخبيه حاجه عني؟ بيتهيألي. يا عمتي انا بعرف اقراكي من عينيكي. تلاقيكي بس محتاجه نضاره قرايه اليومين دول. طب انا بقى هتصل بخطيبك اشوفه مزعلك في ايه. لا اوعي تكلمي. شفتي يبقى انت مخبيه حاجه عني فعلا. اصل صالح اتجنن وعايز يتجوزني اخر الشهر. بالعكس ده عين العقل. الف مبروك. مبروك على ايه؟ احنا متفقين نتجوز في ليله واحده زي ما اتخطبنا في ليله واحده. ما تربطيش نفسك بيا، انت ربنا رزقك بواحد بيحبك ومستعجل على قربك. لكن انا بقى. انت ايه يا عزه، انت مخبيه عليا حاجه؟ والله يا عمتي ما لاقيه حاجه اخبيها ولا حتى حاجه اقولها. عصام من ساعه ما اتخطبنا وهو ابعد عني بكتير من الاول. يظهر ان الحب ما بيتسقيش بالمعلقه. اوعي تقولي كده، ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي دفر. مش عارفه اعمل له ايه اكتر من اللي انا عملته له. ما يمكن ده اللي خلاه يتدلع، ما هوش حاسس بقيمتك. انا من رايي اتقلي عليه شويه. عشان كده انت لازم تتجوزي باباه عشان يعرف ان احنا الاثنين مش باكج. بعدين انا عمري ما هرغمه ان هو يتجوزني بالعافيه. اتفضلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا البيبي سيتر اللي طلبتيها. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. معكم ربيت اطفال غيرك؟ لا في الحقيقه مفيش حد دلوقتي، بس لو حضرتك قلقانه ممكن تكلمي الهاوس كيبنج يبعتوا لك حد تاني. بس انا ما عندي وقت، خلال نص ساعه لازم اكون يوم الدكتور. اوكي. منو فاطمه؟ مربيه الاطفال. تفضل انت اسبقني على الريسبشن بين ما اقول ايش تسوي. لازم افهمها سوا. انا راح افهمها، تفضل امشي. على العموم انت راح تديرين بالك على الابنيه. اوكي، الاكل ما تبسل لاجه، وهذا رقمي اذا صار اي شيء خابريني. شكرا.
ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بابا. ايه مش تبركلي؟ عليك. ابنك بقى مساعد رئيس قسم التصميمات في الشركه الدوليه للمقاولات، وايه بقى؟ 9000 جنيه في الشهر. يعني انت كنت بتدور على شغل وانت شغال مع كريم الشرقاوي؟ كريم الشرقاوي ايه بس يا بابا؟ كريم ما كانش عايزني معاه في الشغل. كريم عايزني بس تحت درسه عشان يتحكم فيا. عموما الف مبروك يا حبيبي. يظهر ان الاخبار السعيده كلها بتيجي مره واحده. اخبار حلوه؟ ايه؟ فرحني. طنطك شويه لسه مكلماني في التليفون دلوقتي وقالت انها موافقه على ان احنا نتجوز اخر الشهر. اخر الشهر ايه بس يا بابا؟ انت ازاي تتفق على حاجه زي كده من غير ما ترجع لي؟ انت عارف ان انا مش مستعد للجواز دلوقتي. انت مالك انت يا ابني؟ انا اللي هتجوز، انا هتجوز طنطك شويه. طب انت مش قلت لي هنتجوز مع بعض؟ ده قبل ما اعرف انك انت ناوي تبلط في الخط وتضيع اليومين اللي فاضلين في عمري. طب وعز رأيها ايه في الموضوع ده؟ وبتسألني انا ليه؟ ما تسألها هي، ولا انت خلاص ما بقتش فاضلها؟ يا بابا جاوب عليا، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل من ورايا بس. يا ابني عزه هي اللي ضغطت على شوقية علشان توافق على جوازي، يظهر ان عزه رمت طوبتك خلاص. يا بابا انا كنت مشغول عنها بس عشان الشغلانه الجديده دي. واديك استلمتها والحمد لله. يلا يلا بقى اتصل بعزه وفرحها بالخبرين الحلوين دول، خبر الوظيفه وخبر الجواز. انا مش مستعد دلوقتي يا بابا. خلاص يبقى تعمل حسابك انك انت هتعيش لوحدك من اول الشهر، لان انا هروح اعيش مع شوقيه، لانها ما تقدرش تسيب بنت اخوها لوحديها. سوري يا دينا، بس طيارتي كمان 3 ساعات ويا دوب الطريق. لا ما تخافش مش هعطلك. أنا جاية بس أودعك الوداع الأخير قبل ما تسافر. دينا، everything was okay لغاية ما قلتي جواز. أنت عارفة إن أنا متجوز ومراتي شريكتي في كل حاجة في لندن. بتحبيني يا ماني زي ما بحبك. شور يا دينا، بس everything changed لما قلت ان في بيبي ومش عايزه تنزليه. انت مش فاهم حاجه ولا حاسس بحاجه. البيبي اللي في بطني ده هو الحاجه الوحيده اللي هتفضل منك معايا طول حياتي. دينا You're crazy. Crazy بحبك يا موني.
تبقى تقولي للناس البيبي ده بتاع مين. انا مش هنسى البيبي يا ماما. انا هتصرف بس عايزك تكون متاكد من حاجه واحده بس، اني هفضل احبك طول عمري. بحبك يا موني، بحبك. جيت اقول لك مبروك على الوظيفه الجديده، مع انك ما كلفتش نفسك مكالمه واحده تقول لي فيها الخبر بنفسك. هو انت كنت فاكرني مش هفرح لك؟ ده كلام برضو يا عزه. كل الحكايه ان انا كنت ملخوم في تجهيز الاوراق، والحكايه يعني جت بسرعه. كاتب كتاب باباك وعمتي الخميس اللي بعد الجاي، ولا ما كنتش تعرف؟ لا عرفت، وانا عايزك تقنعي عمتك انها تاجل الدخله دي شويه. يظهر انك ما عرفتش تقنع عم صالح. انا مش عارف بصراحه هم مستعجلين على الدخله كده ليه. مش مستعجلين، انت بس اللي حاسس بالذنب عشان مش هتقدر تتجوزني في نفس الوقت اللي هم بيتجوزوا فيه. عزة، انا حاسس ان احنا مش واصلين لبعض. حاسس كده انك مش فاهماني قوي. بالعكس، انا فاهمك كويس قوي. انت خطبتني ليه يا باشمهندس؟ ايه السؤال الغريب ده؟ مش غريب ولا حاجه. انا خطبتك طبعا عشان بحبك. انت عارف انت محتاج ايه يا باشمهندس عصام؟ محتاج تقف قدام المرايه وتسأل نفسك انت عايز ايه ورايح فين. بعتذر لعم صالح عشان انا جيت في وقت متأخر قوي. فريدة، عايز اشكرك عشان بيضتي وشي. طب والله كويس ان انا قدرت اكسب ثقتك في الفترة القصيرة. ده الزباين بقت تطلبك بالاسم كأنك مخلوقة عشان تكوني بيبي ستر. انا اسف، انا قصدي يعني ان الولاد بيحبوا قوي القعده معاكي، وهم معاكي بينسوا ابوهم وامهم والدنيا كلها. مفيش داعي تقول اسف، انا كمان بحبهم قوي، كان نفسي ابقى ام. لو طلعتي دلوقتي عند مسز بهيه مديره الهاوس كيبنج هتلاقي حسابك بتاع الاسبوع اللي فات جاهز. هايل، مش عايزه اقول لك الفلوس دي جت في وقتها ازاي. فريد، انا ليا عندك طلب صغير. اتفضل. في زبونه الفندق هنا من الزباين اللي قدام، بنتها بعد ما سافرت هي قاعده لوحدها وبتمر بحاله اكتئاب، ف يا ريت ما يكونش عندك مانع تقعدي معاها كل يوم ساعتين. مش فاهمه. انت بيبي ستر هايله وشاطره جدا، وممكن برضو تبقي جليسه مسنين كويس. ايوه بس احنا ما اتفقناش على شغل بره الاوتيل. دي حاله نادره وحاله انسانيه ومش هتحصل كتير، ده غير كده انهم هيدفعوا لك ضعف اللي انت بتاخديه هنا في الاوتيل. ما اقدرش اقول لك انت بالذات لا. عن اذنك. انتي قلتي لي اسمك ايه؟ فريده يا فندم، من طرف مستر مختار. اه افتكرت، لينا جبريل. اهلا وسهلا. اتفضلي. آه.
فكرة، أنا لما شفتك اتخضيت، أنتي شبهها قوي، نفس الطول، شعرك شبهها قوي. مين؟ حد حضرتك تعرفيه؟ بنتي نانا. والله دي حاجة تسعدني إن أنا بقى شبه بنت حضرتك. هي عايشة معاكي هنا؟ هي نانا اتجوزت دكتور مجدي وسافروا كندا وبقالهم هناك سنين طويلة. بس حضرتك أكيد بتزوريها. أنا زرتها من كذا سنة كده، كانت مبسوطة قوي هناك وعندها أولاد جمال خالص. بس أنا وهي ما لقيناش أي كلام نقوله خالص، حسيت إنها غريبة، مش هي بنتي، أو يمكن معرفش، ما حسيتش إن إحساس الأم لبنتها كده، يمكن الغربة صعبة شوية جايز. عندي ولد كمان، ابني سافر استراليا. الولد زي القمر ما شاء الله عليه، شبه ماما الله يرحمها. أمي ما كانتش مصرية، كانت يونانية أصلا. قبل ما تموت يا حرام جالها زهايمر، وكانت بتنسى كل حاجة، وحتى كانت بتنسى اسمي. تصوري ببقى قاعدة جنبها وتدور عليا في الأوضة، أنا خايفة لحسن يجرالي زيها. ما تقوليش كده بعد الشر عليكي. ابني جاني هنا، جاني زارني برضو، كنا قاعدين بنتغدى مع بعض، بصيت له حسيت انه زي ما يكون راجل غريب. بسأله عامل ايه، شغلك، حياتك، مش لاقية يعني، ما بقتش لاقية كلام أقوله. هو كمان إحساسه، أنا كنت متوقعة، مش كل حاجة الواحد بدور عليها بلاقيها. مش عارفة، يمكن أكون أنا غريبة، ولا يمكن هم اللي بقوا مغرب عليا، ولا مش عارفة. في حاجة تحبي تشربي إيه؟ أنا أشرب قهوة. حضرتك تحبي تشربي إيه؟ أعمل لك معايا؟ معقولة أنت تقومي تعملي لي بإيدك؟ كتر خيرك. عموما هو الـ 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 المطبخ قريب مش بعيد، أنا بشرب القهوة مظبوطة. لا أنا هشربها زي ما أنت بتشربيها بالظبط، وأنا كمان هشربها مظبوطة. حضرتك سبق وكتبتي روايات قبل كده؟ لا دي أول مرة، بس أنا بحب أقرأ كتب فرنساوي، وبالذات الروايات الرومانسية بحبها قوي. أصل أنا خريجة نوتردام دي زابوتر، وبعدين اشتغلت لتر دو فرنسي في الجيزويت، وبعدين طلعت معاش. طيب وحضرتك ليه فجأة قررتي أنك تكتبي رواية؟ لأني عايشة وحيدة، مش لاقي حد أتكلم معاه، ولا لاقي حد اشتكي له وجعتي. انا حاسه اني ممكن اموت من الوحده اللي انا فيها دي. انا كان ليا صحبات، وكنا دايما نخرج، نروح النادي، سينما، كانوا اولادنا لسه صغيرين. بس دلوقتي انا بعذرهم، كل واحده ليها حياتها، جوزها، اولادها، احفادها، بس هم اكيد ولادهم عايشين معاهم. لو كانوا ولادهم مسافرين زيي كانوا هيبقوا فاضيين، وكنت هقدر اشوفهم اكتر يعني. لكن انا بعذرهم. طيب انا تحت امر حضرتك، احنا ممكن نبتدي لو تحبي. اتفضلي. نبتدي منين؟ قصدي نبتدي من ايام طفولتي، ولا لما اتجوزت. انا جوزي كان راجل طيب قوي، بس
كان جواز صالونات يعني يمكن ما لحقناش نتعرف على بعض كويس او طبعنا شويه كانت. قوليلي انت تحبي نبتدي منين؟ مدام لينا دي روايه حضرتك يعني انت تبتدي من الحته اللي انت عايزاها، المهم انك تبتدي. حبيبي اعذرني لانني لا استطيع ان اراك الليله، سوف اخلف موعدي معك لانك لو رايتني. انا الان اصبحت امراه كبيره في السن والتجاعيد تكاد تملا وجهي، لو رايتني لن تعرفني وكذلك انا لن اعرفك. اعذرني وارجو ان تقرا قصتي هذه الاولى والاخيره، واعتذر عن قسوتي عليك لاني انا ايضا اقسو على نفسي لانني احببتك، احببتك من كل قلبي وجوارحي، احببتك. مدام لينا هي دي روايه حضرتك بتالفيها ولا دي قصه حقيقيه؟ انت عندك ميعاد الليله دي؟ انت ليه بتقسي على نفسك قوي كده؟ واضح ان انت بتحبيه. روماني هو الانسان الوحيد اللي انا حبيته في حياتي، ما حبيتش غيره في الدنيا، لكن اهلي جوزوني واحد تاني، دي كانت رغبته وانا ما قدرتش اقول لا. مش ممكن اخليه يشوفني دلوقتي، مش انا لينا اللي كان بيحبها زمان، لينا دلوقتي وشها بقى مليان تجاعيد. التجاعيد مش معناها ان احنا عجزنا، الاوحش ان يبقى عندنا تجاعيد جوانا، وانت عينيكي وروحك بيقولوا ان انت لسه صغيره. طب انا قدامك اهو، مش انا صغيره؟ بس جوايا حاجات كتيره قوي تعباني، حاجات لو ركزت معاها ممكن اعجز واتبل، ممكن حتى اموت. عارفه انا شفت مين؟ شفت الانسان الوحيد اللي انا حبيته في حياتي وهو بيتزف. اتجوز صاحبتي، اعز صاحبه ليا، كان نفسي ساعتها موتهم هما الاتنين، بس دلوقتي بعد ما جيت وقعدت معاكي حاسه ان انا كنت ساعتها غلطانه. ما ينفعش اضعف، الحياة حلوة قوي بس مستنية ان احنا نعيشها. طب ايه رأيك بقى؟ انا اللي هعمل لك مكياج وهتروحي معادك، ما تخافيش انا بعمل ميك اب حلو. ها معادك امتى مع روماني الليله دي؟ كمان ساعة ان شاء الله هتلحق. يلا بينا. مش عايزة أشوفه ولا يشوفني. ما تخافيش. أرجوك يا مدام لينا، انتي لو رحتي المعدة أنا هفرح معاكي، وأنا بقالي كتير أوي حزينة، محتاجة حاجة تفرحني بجد. وريني بقى. حاضر.
ايه رايك؟ الله، وايه الالوان الجميله دي؟ لا لا لا، تسلم ايديكي. انا حاسه مش انا، دي واحده تانية بجد. شكلك زي القمر. ميرسي ميرسي قوي يا حبيبتي. الجميل ده بتاع نانا بنتي، ما نفسيتوش خالص، نفسي تقبلي هدية مني. مدام لينا مش هقدر، وبعدين عملتش حاجة علشان استاهل عليها مقابل. طب وانا سمعت كلامك وعملت مكياج وهخرج اهو، انت كمان اسمعي كلامي وخدي مني الفستان ده عشان خاطري. فريدة، انا عايزاكي تغيري الاسود ده يا حبيبتي، الحزن في القلب مش في اللبس. المرة الجاية وانت جايالي عايزة اشوفك بالفستان ده، ممكن؟ حاضر، انا مش هكسف، بس يلا بقى عشان هتتاخري على ميعاد. حاضر حاضر سوي. قولي هنكمل القصه امتى؟ في اي وقت انت عايزاه، انا تحت امرك. ميرسي. معالي الوزير، احنا معانا امر بالقبض عليه. قبض عليه يا بلاش كلام فارغ، اوعى كده. انت هتفضل قاعد كده كتير؟ عايزة ايه يا دينا؟ تقوم تغسل وشك، تغير، خالك بقاله نص ساعة قاعد تحت جاي يقول لنا صباح يا مباركة. انزلي وقولي له عقبالك. ده على اساس ان حضرتك خارج ولا مشغول؟ ولا ده ولا ده. مش هتنزل تتغدى معانا؟ مش جعان، مليش نفس. ده بمناسبة ان دخلتنا كانت امبارح. انت عارفة كويس ان دخلتنا ما كانتش امبارح. تقليل الادب. انا لوحدي؟ سيب الراجل قاعد لوحده تحت. وانت دايما دي محسسني انت متجوزني غصب عنك. غصب عني ولا ليه؟ مش فارقه، المهم ان احنا اتجوزنا بالطريقه اللي ريحت حضرتك. انا ترددت كتير قبل ما اجيلك، بس انا كنت خايفه ان انت ما تفهمينيش او تفهميني غلط.
انا عارفه ان الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يكون صعب، بس اصعب عليا ان انا ما اقولهوش. اتكلمي انا هفهمك. عارفه لما تكوني بتحلمي في حد طول عمرك وفجاه تلاقيه قدام عينيكي؟ ده اللي حصل لي مع عصام، ولما لقيته خفت اني اضيعه. احنا اول ما اتخطبنا حسيت ان الدنيا مش سايعاني، ولحد دلوقتي مستنيه اليوم اللي احنا هنتجوز بعض فيه. انت عندك مشكله مع عصام؟ انت مشكلتي مع عصام. انت قلتي انك هتفهميني. انت عايزه تقولي ايه؟ عصام حطك في قلبه ومش قادر يطلعك، وبتهيأله ان انت كمان بتحبيه. انا عارفه ان انت عندك مشاكل كتيره واكيد مش عايزه تسمعي اي كلام من ده، بس انا واثقه ان انت ممكن تحطي نفسك مكاني وتحسي باللي انا حاسه بيه. بتحبيه اكتر من اي حاجه في الدنيا. يا بخته بيكي، انت جميله وطيبه وذكيه والف من يتمناكي، لكن انا ما عنديش غيره. ما تخافيش يا عسل، عصام هيفضل ليكي. يعني انتي مفيش حاجه ناحيته؟ ما تسالينيش عن حاجه، حاسبيني بس على الوعد اللي اديتهولك دلوقتي. عارف انا كل حاجه فكرت فيها الا الخيال. كلاب كانوا حواليا وتحت رجليا وبيبوسوا ايديا. هم نفس الكلاب دول، هم اول ناس عضوا ايدي. انا بقى ما كانش عندي الكلب واحد، اكتشفت ان عضيته الاخر. ولا شكل عمرك تخيلت في يوم من الايام ان انا وانت نتقابل هنا؟ ابدا. يا باشا انا ابتديت بالصفر وعمري ما تخيلت ان هرجع له تاني. عندك امل الجماعه هياهم يساعدونا؟ ما هم فعلا وقفوا جنبي، لولاها ما كنتش اعرف اهرب من طرق. تاكد انهم مش هيعملوا اكتر من اللي عملوه. النبي يا باشا ما تكركبش بطني. ما عنديش امل غيرهم. اصلا بلغوني نفس الرساله، قالوا لي اسكت خالص ما تتكلمش واحنا هنساعدك، بس انا عارفهم كويس قوي. بس ما تفكرش غير في مصلحتك. هم هيساعدونا ولا هيسألوا فينا وهيرمونا زي الكلاب. تقصد ايه بس؟ اصل لو كانوا ناويين يساعدونا صحيح كانوا لحقونا قبل ما يتقبض عليه، مش كده ولا ايه؟ انت بتفكر فيها يا باشا؟ بفكر انك كلب. هقول كل حاجه اعرفها. انا مش هسكت، وانا مش هشيل الذنب لوحدي. لا، أقول لهم الكلام ده في أول زيارة ويحصل اللي يحصل. هي مش فوضى. مش هسكت. أنسة فريدة. كويس قوي ان انا لحقتك. عرفت ازاي ان انا هنا؟ اتصلت بيكي كتير ما رديتيش عليا. اتصلت باحمد في البيت قال لي ان انت اشتغلتي هنا. انت ليه ما قلتليش انك اشتغلتي؟ لا ابدا، ما جاتش فرصه. طب لو كنت خلصتي تعالي اوصلك. لا معلش، اصل انا لسه ورايا حاجات اعملها وافتكرت مشوار مهم لازم اعمله وانا مروحه. انا اذنك. استني يا فريده. وماله؟ اوصلك برضه. ميرسي، انا مش عايزه اتعبك. تتعبيني ازاي بس؟
عموما كده كده البيت في طريقي، وانا خلاص من النهارده هظبط مواعيدي بحيث كل يوم اعدي عليك اوصلك. قلت لك لا. قلت لك مش عايزه اتعبك. انا اسمك ابني. ايه اللي رجعك من شغلك دلوقتي؟ ما اقول لك كنت هقدر اسيبك لوحدك في ظروف زي دي؟ طبعا محتاجك جدا جدا، بس مش عايزك تربط نفسك بيا اليومين دول خالص. تفتكر انه ممكن اتخلى عنك؟ بص يا ابني، انت ان شاء الله هتبقى دبلوماسي كبير قوي قوي، دبلوماسي راس ماله هو سمعته. انا منسيش انت اللي عملتني دبلوماسي. لا يا ابني، انا مجرد اديتك الفرصه، لكن انت ان شاء الله، انت ان شاء الله هتعمل نفسك من نفسك وهتخليني فخور بيك. كل اللي يهمني دلوقتي اني اطمن عليك. طمن، انا كويس. صحيح طبعا ما كنتش متوقع ان ده هيحصل، بس انا ان شاء الله هعرف اتعامل معاك. انا اتصلت بالمحامي وشرح لي موقفك القانوني. اطمن يا بابا، كل حاجة هتكون بخير إن شاء الله. حد كده ومتشكرين أوي. لو سمحت بقى ارجع شغلك وانسى خالص إنك كنت هنا في مصر. بابا أنت خايف عليا من إيه؟ اسمع الكلام من غير ما تسأل من فضلك. أنا يا ابني خسرت حاجات كتير أوي اليومين دول، ما عنديش النية إني أخسرك أنت كمان. أنت كده بتخوفني عليك أكتر. هبقى مستريح طول ما أنت بعيد، فاهم؟ عشان خاطري. لو بتحبني صحيح ارجع لندن دلوقتي. ارجع يا الوزير اللي كان له شنه ورنه من كام شهر بقى مجرد خبر في صفحه الحوادث. مش عارف ليه يا ابو عصام انا مش داخل دماغي خالص فكره ان رأفت عزم ده ينتحر عشان متهمينه في قضيه فساد. قصدك ايه؟ عايز اقول يا بابا ان واحد زي ده هيستنى محاكمه، يا اما تبرئه يا اما تدين. مش يمكن انتحر من الندم ولا تأنيب الضمير؟ تأنيب ضمير معنى كده بقى ان هو مجرم فعلا. وعلى فكره بقى يا بابا، المجرمين اللي زي دول ما بينتحروش بسهوله كده ولا عندهم ضمير اساسا. انت عايز تقول ان رأفت عزمي ما انتحرش؟ والله يا بابا انا شايف كده شكله اتقتل. اتقتل؟ مين اللي قتل؟ مين يعني اللي هيقتله؟ اكيد اللي مشاركينه في نفس الجريمه. ايه يا ابو عصام؟ سرحت في ايه؟ ها؟ لا 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 مفيش حاجه مفيش حاجه. ولا حاجه ايه بقى؟ شكلك كده سرحت في شكل علوان. وايه اللي جاب سيره شاكر علوان دلوقتي؟ الله، هو مش متهم في نفس قريه الرشوه بتاعت رأفت عزمي؟ ملهاش دعوه بالحكايه دي، دي قضيه القضاء لسه ما قالش كلمته فيها. اه طب الشنطه اللي عندك؟ قلت لك 100 مره ما تجيبش سيره الشنطه دي. يا ضنايا انا مش فاهمه حاجه. رأفت عزمي انتحر في نفس السجن اللي بابا موجود فيه، وفي شك انه اتقتل. يا دي النيله، ويطلعوا مين دول يا اختي اللي قتلوه؟ رأفت عزمي كان شغال مع بابا، واللي وصل له جوه السجن وقدر يقتله جايز جدا يوصل لبابا. لا اسكتي،
اسكتي ما تكمليش يا دنايا، ربنا يستر ان شاء الله ويحميه من كل سوء وراضي. وبدت طب انا هقول لك حاجه، افرضي حتى اللي اسمه رأفت عزمي ده اتقتل، هل بد ولا بد ان البوليس يقبض عليه؟ ايوه يا ريت بس يقبضوا عليه قبل ما يوصل لبابا، مبقاش لينا حتى غيره دلوقتي. ابويا ما انتحرش يا عمتي، ابويا مات مقتول، وانا مش هقبل اي عزاء قبل ما اعرف مين اللي قتل ابويا. التحقيقات لسه ما خلصتش، وانا مش هستنى تحقيقات ومش هصدقها واكذب نفسي. اللي تعرف ايه انا ما اعرفوش. انا لما روحت السجن لقيت ابويا خايف من حاجه وماليش ايه هي، وكان خايف عليا من الناس وماليش مين هما، وكان عاوزني اسافر قبل ما يأذوني. اكيد الناس ديت هي اللي قتلت ابويا. يبقى ممكن يأذوك زي ما قالك قبل ما يموت. انت لازم تسافر فورا. قصدك اهرب؟ يا ايمن ما عنديش حد غيرك دلوقتي، وما عنديش استعداد اخسرك انت كمان. انا هضيع نفسي اذا ما عرفتش اوصل للحقيقه. ده شغل بوليس ونيابه، سيب العداله تنتقم لنا من اللي قتله. ده لو كان فعلا رأفت اتقتل. وكان فين العداله لما اتقتل ابويا جوه السجن؟ ايمن يا حبيبي ما تتعبيش نفسك يا عمتي، انا قلتها كلمه مش هرجع في كلامي، انا هاخد طار ابويا. الواد أيمن ابن الوزير بيطرطش في كلام في التلفزيون والجرايد، بيقول إن أبوه قتل ما انتحرش، وإنه مش هيقدر لما يعرف مين اللي قتله. كنا ناقصينه؟ طلع لنا في البخت؟ بس أنا شايف بقى إنها حلاوة الروح. طمن سعادتك، شوية هيسافر يجري ورا الشغل اللي هيطير منه، وحتى لو ما سافرش احنا هنعرف نتصرف معاه. لا انا مش فاضي قبل بعد بكره. ماشي نظبطها. لا ما شفتش فريده النهارده. لا والله جرى ايه عصامي عزازي وانا ما رايش جيلك ولا ايه؟ طب اقفل اقفل هكلمك تاني. ازيك يا فريده، انت هنا من امتى؟ تعرف عصام العزيزي؟ انت ساكت ليه؟ ايوه اعرفه. من امتى؟ من زمان قوي، كنا جيران وزملاء في اعدادي وثانوي، وفضلنا اصحاب بعد ما انا دخلت تجاره وهو دخل هندسه. غريب قوي، هو عارف ان انا بشتغل هنا ليه؟ ما قاليش ان هو يعرف. اسكت تاني. فريدة، عصام هو اللي جاب لك شغل هنا. أنا شغل فيه؟ الشغل الأولاني اللي كان في الريسبشن، والشغل التاني اللي معايا. طب وأنت ليه ما فهمتنيش حاجة زي دي؟ هو اللي طلب مني كده، ما كانش عايز يجرح مشاعرك. وبعدين لسه فاكرة آخر مرة جيت فيها البيت ده، كنت صغيرة قوي. والتاريخ هيسجل إن دي تاني مرة. ولا حاجة مرسي. سألت عني مختار، قلت أجيلك بنفسي.
تستغربش، انا عرفت كل حاجه بالصدفه لما كنت بتتكلم مع مختار في التليفون. انا اسفه قوي ان انا كلمتك وحش اخر مره. جيتك دلوقتي تنسيني كل حاجه. واضح اني تعبتك معايا قوي الفتره اللي فاتت من غير ما احس. يا ريت التعب كله يبقى بالحلاوه دي. عموما ما تشغلش نفسك بيا، انا عارفه ان مشاكلك مكفياك وزياده. انا مشكلتي الوحيده اني مش قادر ابعد عنك بعد اللي حصل رأفت عزمي ده. اكيد خفت على باباك اكتر. كل يوم بكتشف حاجه جديده تخوفني اكتر من اليوم اللي قبله، ولولا وجود مودي في حياتي كنت حسيت ان حياتي كابوس كبير اتمنى اتخلص منه. انا متاكد ان انت اكبر من اي كابوس، متاكد كمان ان انت مش ممكن تبعدي عني. اكيد حد قالك تعملي كده. عشان أشكرك على كل حاجة عملتها معايا، وعشان أقول لك إن دي هتكون آخر مرة نتقابل فيها. شد حيلك يا شاكر بيه، عندكش فكرة احنا تأثرنا قد ايه بموت رأفت عزمي. ايه مالك؟ صدمة أثرت عليك الدرجة دي؟ الله يرحمه بقى، كان حساس قوي، مقدرش على كام يوم ورا بعضه في السجن، مات حتى قبل ما يتحاكم. رأفت عزمي ما كانش ذكي، افتكر انه يقدر يقف قصادنا وفضل يبعبع بكلام ملوش لازمة، واحنا طبعا ما نقدرش نستنى لغاية البعبعة دي توصل لغاية النيابة وتأيد في محضر رسمي. احنا متأكدين انك أذكى من رأفت عزمي. ما تفتحش بقك يا شاكر، رأفت عزمي انتحر ما اتقتلش. مش انا لوحدي اللي شفت اللي حصل. طمن، مفيش حد تاني شافه بيتقتل هيفتح بقه. انت عارف يا عصام ان الحاجز اللي بينك وبين فريدة مش فلوسها الكتير وبس. صحيح الفلوس راحت، لكن هي في نظرك لسه فريدة علوان. فريدة طلبت مني أبعد عنها في أكتر وقت هي محتاجاني فيه. عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه يا باشمهندس؟ إن في حد غصابها تعمل كده. حد زي مين يعني؟ مختار بيقول إنه شافها مع عزة في الأوتيل. يمكن راح تعزمها على فرحي أنا وشوقية. ما عزة قالت لي كده، بس أنا بقى مش مصدقة. ليه مش مصدق؟ مش يمكن فريدة بنت جدعة ومش عايزة تخرب عليك أنت وخطيبتك؟ انت عارف ان انا ممكن اكره نفسي لو عملت فرحي في الظروف دي. شكل علوان في السجن وفريدة. طب اسمع، انا مستعد اجل فرحي وفرحك، بس توعدني ان انا وانت نعمل فرحنا في يوم واحد بعد الغمة دي ما تنزاح. حتى دي كمان مش قادر توعدني بيها يا باشمهندس. انت عارف لا يمكن اوعدك بحاجة مش هنفذها. تبقى الحكايه مش ظروف وحشه بتمر بيها، المشكله في قلبك يا استاذ، قلبك اللي تعبك وتعبنا معاك.
كريم ممكن تركز معايا شويه؟ انت لازم تروح للدكتور علشان تتعالج من الدراكس ضروري. جد كده فرق معاكي؟ اه طبعا فرق معايا. تنسى ان كلها كام شهر وتبقى اب؟ ست معلش اللي بيفكريني كل شويه. افكرك بايه؟ انت ليه عايز تجنني وتفرسني؟ مش انت اللي بتفكري في كل حاجه وحاسبه كل حاجه؟ اه بمناسبه الحسابات بقى، احنا ما ينفعش نستنى اكتر من كده. نستنى على ايه؟ لازم نقول للناس ان انا حامل. صح، قولي للناس انك حامل. وانت لازمتك ايه؟ هو انا كل حاجه هعملها لوحدي؟ مش المفروض تقول معايا يا كريم؟ حاضر هقول. يا جماعه دينا حامل كده؟ مبروك يا كريم، دينا قالت لي انها حامل. الله يبارك فيك يا خالي. مالك شكلك يعني مش مبسوط؟ مش حاسس ان البيبي ده جاي في الوقت المناسب يعني. يا سيدي البيبي يجي وقت ما يجي، انت اللي شكلك كده مش مستعد لاي فرحه اليومين دول. خلاص افرح انت يا خالي. وانت كمان لازم تفرح، يمكن لما تبقى اب حالك يتعدل. تفتكر الواد ده لما هيجي هيبقى وشه حلو علينا ونبدا المشروع؟ هو بس يشرف بالسلامه، احنا مش عاوزين منه حاجه، شغلنا احنا المسؤولين عنه. عملنا اللي علينا واملنا ياخد براءة او حكم مخفف، لان لسه في ورانا قضايا تانية، قضايا القروض بتاعة البنوك والشيكات اللي ما اتدفعتش وقضايا التهرب الضريبي. بالسجن لمدة 7 أعوام مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة.
كنا في ظروف تانية كان الحكم بقى أخف من كده. ظروف تانية ازاي؟ يعني الرأي العام مشحون ضد شاكر بيه، خصوصا بعد ما هرب وطلع فلوسه كلها بره. طب أقدر أعرف ازاي رمزي أخد سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؟ رمزي موقفه اتحسن جدا في القضية، وده بعد ما اعترف على شاكر بيه واعترف على رأفت عزم الله يرحمه. قصدك بعد ما دفعوا له تمن خيانته لأبويا؟ والله يا فريدة كل واحد بينظر للقضية من وجهة نظره. طب يعني احنا نقدر نطعن في الحكم مش كده؟ طبعا وده من حقنا، بس ما اقدرش اضمن لك قوي ان الحكم يتخفف او يتلغي في محكمة النقض. طب والقضايا التانية؟ قدامه من 17 ل 20 سنة سجن كمان، إلا إذا قدرنا نسدد جزء من الديون اللي عليه أو إيه يا متر؟ اتكلم أرجوك. أو يظهر له شركة في القضايا اللي اتحكم فيها. يعني إيه شركة؟ شوفي يا فريدة، أي رجل أعمال بحجم شاكر بيه لازم يكون مسنود من ناس كبار قوي، والناس دي بتسهل له كل شغل وهم كمان بيستفيدوا من وراه، لكن من غير ما يظهروا في الصورة. قصدك ايه متر سليم؟ اعتبريني ما اعرفش غير اللي قلتهولك، ولو شاكر بيه عاوز يقولك اي حاجة هيشرح لك كل شيء بالتفصيل. انت عمال تتكلم في حاجات كتير، بس اللي انت جاي عشان تقوله لسه ما قلتوش. في ايه يا سارة؟ بصراحة يا شوقية انا جاي اترجاكي ان احنا نأجل فرحنا شوية. تترجاني ليه؟ ما انا قلت لك من الاول وانت اللي مرضتش. ونأجله ليه اصلا؟ اكيد عصام هو اللي قالك تعمل كده. عزة خشي جوه سيبينا شوية دلوقتي. لا استني يا شوقية، عزة من حقها تسأل وتطمن. وديني سألت ومستنياك تطمني. عصام ملوش دخل باللي حصل ده، الحكم اللي خده شاكر بيه سد نفسي عن الجواز. انا يا صالح مش عايزه نتجوز الا لما تروق خالص، ومين عارف التاجيل ده يكون في صالحنا ونعمل الفرحين مع بعض. وهو فين الفرح التاني ده؟ مبقاش في حد غير كنتوا الاثنين اللي بيتكلم عليه. على فكره يا عز، عصام عارف انك انت روحت قابلت فريده وطلبت منها انها ما تقابلوش تاني. هي اللي قالت له كده؟ لا هو اللي استنتج كده لما فريده قالت له مش هتشوفني يا عصام غير يوم فرحك على عزة. طب والله فيها الخير. المهم الخير ده يجيب نتيجة يا عمتي. عصام شافها كبيرة قوي انك انت تروحي تقابلي فريدة من وراه. لا تبقى بيتلككلي على اي حاجة وخلاص. ما انا قلتلك ما تروح لهاش، انت اللي صممتي. يعني كنت عايزين يعمل ايه؟ افضل اكلم نفسي لحد ما طق واموت؟ انا عارف ابويا كويس، مش بالسهل يفرط في حياته مهما حصل. قبل ما يموت طلب مني اني اسافر، فعرفت انه خايف عليا من ناس معينه. ناس معينه؟ مين الناس دول؟ ساعتها مرضيش يقولي مين هما، بس انا روحت للمحامي بتاعه من يومين وقالي كلمه واحده رنت في وداني. قالي باباك راح ضحيه عناده. عناده؟ عناده في ايه ومع مين؟ نفس السؤال اللي سألته لنفسي، قمت روحت للمحامي تاني وفضلت وراه لغاية ما اعرف ايه الحقيقة. وقالك ايه؟ واضح ان جاية دلوقتي عشان تسألي عن حاجة معينة. ايمن من فضلك، انا تعبت قوي الايام اللي فاتت، وارجوك جاوبني من غير ما تحقق معايا. المحامي قالي ان كان عنده شركة في كل القواضي المتهم فيها، الشركة هددوه انهم هيأذوه اذا اعترف عليهم وقت التحقيق. طب والمحامي عارف منين انهم هددوه؟ ابويا قبل ما يموت اعترف، وهو اصلا مش خايف منهم، وكان متأكد انهم مش هيحموه زي ما هم مفهمينه، وانه هيعترف عليهم كلهم مهما يكونوا كبار ومسكين مراكز حساسة. طبعا باباك بلغهم نفس الرسالة، عشان كده قتلوه قبل ما يتكلم. يعني انت كمان شايف انه اتقتل ما انتحرش؟ لو كنت انت مكاني كنت هتعملي ايه؟ هروح النيابة واقول لهم على كل المعلومات اللي انا اعرفها. معلومات من غير مستندات ملهاش اي قيمة.
تقصد ايه بالمستندات؟ ابويا قال المحامي بتاعه انه عنده مستندات تثبت تورط الناس دول، وانا دورت عليهم في كل حته ما لقيتهمش. انا رايي ايمن ان انت ما تسكتش لحد ما تلاقي الاوراق دي، وكمان يا ريت تبلغ النيابه، ممكن يخلوا البوليس يساعدك في انك تلاقيها. ابويا وابوك متهمين في قضيه واحده، ده معناه ان الناس ديت متورطه مع شاكر بيه زي ما اتورطوا مع ابويا. انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. لا يا فريده، انت عارفه حاجه وجاي هنا عشان تتاكدي منها. مش من مصلحتك تتهربي مني، انا وانتي في مركب واحده. لو عرفت اي معلومه جديده هكلمك، وانت كمان لو عرفت حاجه بتصل بيا. بليز اسالي باباكي اذا عنده مستندات تحميه من الناس دول، هعرف انا مين اللي قتل ابويا. المعلومات اللي عندي غلط قول غلط، لو المعلومات صح يبقى لازم نتحرك ونشوف هنعمل ايه قبل ميعاد الطعن. انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص، تخلي بالك على نفسك وعلى اخوك. واضح ان هما ناس كبار قوي علشان مخوفينك للدرجات دي. انا مش خايف على نفسي يا فريده، انا خايف عليكوا انتوا. يا كابو ما تخافش، ربنا قادر يحميك ويحمينا، وبعدين هو اللي امرنا ما نسكتش على الصلح. يا كابو من فضلك ما تضيعش وقت، هما مهددينك بالقتل انت كمان ولا ايه؟ قالوا لي هيعملوا فيا زي ما عملوا في رأفت عزمي، ما قدرتش اعمل حاجه غير الناس كنت بسمع كلامهم. وايه بقى هو كلام؟ ان افضل ساكت ما اجيبش سيرتهم، قصاد ان هم يدفعوا جزء من الديون اللي عليا ويقفوا معايا في قضيه الرشوه عشان اخد حكم مخفف. وديهم اهو، لا سددوا الديون اللي عليك ولا الحكم اللي عليك اتخفف. رأفت عزمي كان عندها حق، قال لي انهم هيفضلوا بيك ومش هيحموك، ما بيفكروش غير في نفسهم بس. بعدين يا كابو ناوي تعمل ايه بعد اللي حصل؟ هعمل ايه بس يا فريده في الوضع اللي انا فيه دلوقتي؟ يا كابو ارجوك، اكيد عندك مستندات عليهم زي ما كانت عند رأفت عزمي بالظبط، بس المشكله ان ايمن مش عارف يوصل للمستندات بتاعت ابوه. يا كابو من فضلك قولي المستندات فين وانا اوصل لها واوديها لحد النيابه، اكيد هيخفف الاحكام اللي عليك. يا كابو من فضلك ما تضيعش وقت. انت عارفه انا ضرر لك حاجه انت ولا اخوكي؟ انا ممكن يحصل لي ايه؟ انت المفروض تخاف علينا دلوقتي اكتر، لان طول ما المستندات دي معانا الناس دول مش هيسيبونا في حالنا. مفيش وقت اتضايف يا عم صالح، انا جايه لك في موضوع مهم وماشيه على طول. انا عايزه الشنطه اللي معاك. شنطه ايه يا بنتي؟ الشنطه اللي بابا سابها لك امانه قبل ما يتقبض عليها. أنا مش فاهم حاجة من اللي بتقوليها. وجد، كلمة السر عين حورس. أنا برضو كنت متأكد إن شاكر بيه مش هيلاقي حد غيرك يبعته واخد الشنطة. طيب ممكن تدهني عشان مستعجلة؟ أيوه بس دي مش هنا دلوقتي. مش هنا يعني إيه؟ أمال فين؟ بعد اللي حصل ده رحت خبيتها في حتة بعيدة محدش يعرف مكانها غيري. خبيتها فين يا عم صالح؟ ما تشغليش نفسك، انا بكره الصبح هروح اجيب الشنطه واعمل لك تليفون ووصلها لك لغايه عندك. الصبح يا عم صالح مش بعد كده، كل ثانيه دلوقتي محسوبه علينا كلنا. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا فريده؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ فريده جايه علشان تطمن انا اجلت فرحي ليه. طيب معلش هضطر استاذن عشان الحق اجيب مودي من المدرسه. مع السلامه يا بنتي. مع السلامه زي ما اتفقنا ان شاء الله. ان شاء الله يا عم. ايه اللي جاب فريد عندنا هنا دلوقتي؟ ما انا قلت لك
جاي عايزه تعرف انا اجلت فرحي ليه. انت عايز تدخل في دماغي انها جايه مخصوص عشان تسالك اجلت جوازك ليه؟ مش مصدقني، انزل اسالها، هي لسه نازله. طب ايه بقى الموضوع اللي انت اتفقتوا عليه؟ اتفقنا لما حدد ميعاد الفرح اقول لها في التليفون. في اسئله تانية ولا اخش الحق صينيه البطاطس قبل ما تتحرق في الفرن؟ يا مودي وما تخافش، البوليس هيجي وهيقبض على كل المجرمين اللي جم هنا وانتوا مش موجودين. اوعى تخاف يا مودي، ما تخافش يا حبيبي. انا بس خايف يجوا هنا تاني. محدش يقدر يهوب ناحيه الشارع، واللي يهوب هقطعه وعلقه على باب المحل. وكانت فين فتحه الصدر دي لما طلعوا الشقه اول مره؟ جريه ست سنيه، احنا بنهدي الواد ولا انت هتخوفيه؟ انا بس شايفه الحراميه طالعين نازلين عاملين السكه قياسه، وسيادتك قاعد قدام المحل عمال تشرب لي قرفه بلبن وسامع لي الست. يا ست دي نقره ودي نقره الله، بس انا بقى اللي هتجنني اشمعنى الشقه دي بالذات اللي الحراميه دايما يسرقوها؟ ما احنا بقى لنا سنين وياب في الحته عمرنا ما سمعنا عن جريمه السرقه ولا حتى نشط. فريده فريده، ايه ده؟ في ايه اللي حصل؟ انا رجعت من الدرس لقيت الدنيا مقلوبه. طب وانت حبيبي كويس؟ حصل لك حاجه؟ ايوه انا كويس. ايه اللي مبهدلك كده يا فريده؟ يكونش حد اتعرض لك وانت جايه في السكه؟ لا ابدا، اصلا انا اتكعبلت وانا ماشي. ده احنا صوابعنا اتهرت من كتر الاتصال بيك على الموبايل وانت ما بترديش. لكن فداكي صوابعنا. معلش، اصلا انا كنت عامله التليفون صامت، واول ما لقيت نمرتكم كان الرصيد خلص. وانت ايه اللي اخرك كده يا فريده لحد دلوقتي؟ اصل كان عندنا شغل كتير في المحل. طب يلا بينا على اسم. لا اسم ايه يا حاج؟ ليه مش نبلغ على الناس اللي دخلوا الشقه في غيابكم؟ لا متهيألي مفيش اي حاجه اتسرقت. في حاجه اتسرقت يا مودي؟ لا مفيش حاجه اتسرقت من اوضتي. ازاي؟ امال المهرجان اللي احنا فيه ده ايه؟ كانوا جايين يتونسوا. لا مش معقول يعني الحراميه دخلوا شقتكم عشان يقلبوا لكم في العفش. لا يا جماعه انا شايفه ان مفيش داعي لاسم وشوشر. مفيش داعي؟ مفيش داعي ازاي بس؟ ما احنا لازم نروح الاسم نعمل محضر للناس اللي دخلوا الشقه في غيابكم. ما لقيناش الورق في شقه المانيال. وانا قلت لك يا باشا، والله قلت له يا كريم بيه، انت ما صدقتنيش، الورق مش هناك. مش معنى يعني صالح العزازي اللي شاكر يشيل عنده ورق مهم زي ده؟ ارزاق بقى، بيثق فيه، بيأتمنه على روحه كمان. بس البنت نزلت من عند صالح معهاش حاجه. ما يمكن يا باشا تكون حست انها متراقبه فخافت تاخد الورق معاها. لو كانت حاسه ان هي متراقبه ما كانتش راحت له اصلا. صح، ويمكن الحاج صالح برضه حب يأمن نفسه ويأمنها، راح مخبي الورق في حته ثانيه. يعني ناصح للدرجه دي؟ يا باشا لو ما كانش ناصح ما كانش شاكر علوان ساب الورق عنده. اه يا خوفي، احسن ما كنتش معاه. تمشينا وراك على الفاضي يا عم رمزي. يعني تفتكر يا باشا لو كل الكلام اللي بتقوله ده مظبوط، كانت البسكوته خرجت من عند ابوها في السجن وراحت له؟ طيب لو مش شايله في بيته هيكون مخبيه فين تاني؟ اقول لك وما تزعلش. مش بس كده. معلش يا كريم، بهزر معلش، خارج من السجن بس اعصابي تعبانه شويه. مش عارف يا باشا، مش عارف. هو يعني ما كانش بيشتغل معاكوا اكتر من 20 سنه؟
وكان بيشتغل عندنا اكتر من 20 سنه، بس انا ما اعرفش غير مكان واحد بس هو اللي بيروحه الحاج صالح. هو مكانين تحديدا يعني، الصاله ودوره الميه وفي بيته برضه. معلش بس خارج. معلش يا كريم باشا انا اسف، مش هناكل بقى ولا ايه؟ معلش خارج من السجن بطني يعني بتصفر. لقمتين بس. الحراميه دخلوا الشقه امتى يا سعيد؟ ساعه ما ست فريده كانت في الشغل سعاده الباشا. هو انت الانسه فريده؟ انا بسالك انت ولا بسالها ايه؟ ما هو انا بقصد سعاده الباشا كانت في الشغل، هتعرف ازاي؟ حضرتك انا رجعت من الشغل لقيتهم دخلوا الشقه وخرجوا منها ومحدش شافهم. زي ما قلت لسعادتك بالظبط. ايه اللي سرق من الشقه؟ مفيش حاجه اتسرقت. ازاي يعني؟ الحراميه دخلوا ليه وكانوا بيفتشوا على ايه؟ معرفش، جايز يكونوا كانوا بيدوروا على ذهب او فلوس وما لقوش حاجه. مفيش حرامي يدخل الشقه ويقعد فيها المده دي كلها من غير ما يطلع باي حاجه يشفي بيها غنيه. والله لما حضرتك تقبضوا عليهم ابقوا اسالوهم ما طلعوش ليه بحاجه يشفوا بيها غنيه. يسلم فمك، ادي المرطات ولا بلاش؟ معلم ربيع استناني بره لو سمحت. ده تكلم يا سعاده الباشا بقى، انا برضه في ضيافه سعادتك وتقول اتفضل بره. ايه اللي دخلك جوه اصلا؟ لا لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، بس صدقني مش هتلاقي اي ابواب عند ست فريده غير اللي انا قلتها لك. السلام عليكم يا باشا. دلوقتي نقدر نتكلم براحتنا. نتكلم في ايه؟ تقولي لي مخبيه ايه؟ ومين الناس اللي اقتحموا الشقه في غيابك؟ انا قلت لحضرتك معرفش حاجه. ومن مصلحتك تصرحينا بكل حاجه عشان نقدر نحميكي منهم انت واخوكي. انا قلت كل اللي عندي، ولو عرفت اي حاجه جديده هبقى ابلغ حضرتك. دي معلومات في منتهى الخطوره يا استاذ ايمن. لو ما كنتش متاكد منها ما كنتش جيت بلغت حضرتك. ابويا اتقتل لساعه الوكيل ما انتحرش. التحقيق في مصر على والدك داخل السجن لسه ما انتهاش، ومع ذلك ما فيش اي دليل مادي على انه اتقتل. الدليل الوحيد انه اتقتل جوه السجن قبل ما اوصل لكم المعلومات اللي عنده. اكيد رأفت بيه ما كانش هيقدم لنا معلومات حساسه بالشكل ده من غير المستندات اللي تأيدها. وهو لو معوش المستندات كانوا اضطروا يقتلوه. كويس جدا، فين بقى المستندات دي؟ للاسف ما قاليش عن مكانهم، بس هو كان خايف عليا من الناس دول. وانت مش خايف على نفسك؟ انا بعد اللي حصل ما بقتش خايف من اي حد، ما بقتش عاوز غير ان الحقيقه تظهر وتبان والمجرمين ياخدوا جزاءهم. طب ليه ما حاولتش تدور بنفسك على المستندات اللي والدك خباها؟ انا فعلا ابتديت ادور عليها، بس ما قدرتش ما اجيلكمش لغايه ما الاقيها. يا ريت تلاقيها بسرعه، لان دي هتوفر علينا وعليك سكه طويله قوي، مش عارفين هتودينا لغايه فين. اسوال لغايه هنا ومش شايف تقول لي ايه السبب يا ابويا. قلت لك بنعمل خير يا هاشم. اللي بيعمل خير ده ما بيدراش ايه هو؟ او تدري ليه؟ كفاك تاخدي السواق. طب احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين عند عمتك ستوته. وتطلع مين عمتي ستوته دي؟ قريبتنا. كفايه اسئله عاد، خليني اعرف اركز عشان ما نتوهش في العنوان. اهلي صالح. تسلم يدك يا خاله ستوته. استنى انا مش هديها لك غير لما اشوف البطاقه. ما انت شايفه البطاقه مرتين لغايه دلوك. اسكت انت، انا ما بتكلمش مع عيال. سامع يا ابويا هتقول ايه؟ اسكت انت يا هاشم، خلينا نخلص عاد. البطاقه هي خاله ستوته، واجريها كويس المره دي. حسين سالم الشرفي. اطمنت يا خاله ستوته؟ خد، انا صالح قال اسلم الشنطه لحسين الشرفي مش حسين سالم الشرفي. وانت رايدة يقول لك اسمه الثلاثي كمان؟ الواد ده لو مسكتش انا مش هديكوا حاجه. يا ابوس يدك يا خاله ستوته، الوقت هيمر وكلنا في خطر. خطر ايه يا ابوي؟ ما قلت لك اسكت يا هاشم. يا واد انت ما تسكت. انا ما اعرفش الشنطه دي فيها ايه، لكن اللي فهمته من صالح انها حياه او موت بالنسبه له. اطمن يا خاله ستوته، هتبقى حياه او موت بالنسبه لنا كمان.
ايوه باشا، زي افلام السينما بالظبط. الشنطه اللي خدناها من صالح شنطه توأم، ما فيهاش غير جرايد. اكيد صالح توهنا عشان يوصل الشنطه الاصليه حته تانية. انا عايز اعرف بقى دلوقتي مين اللي عمل فكره. قول الحمد لله يا ابني انها جت على قد كده. وانت من امتى بابا يعني بتتخانق في الشارع؟ وايه اللي وداك دلوقتي بالذات لست ستوته؟ خالتي واحده لوحدها وحشتني، قلت اطمن عليها. صباح النور يا بنتي. سلامتك يا عم صالح. الله يسلمك. عصام الحقني يا ابني، النقح رجع تاني لرجلي. ارجوك شوف الدكتور المناوي فين وقول له يجي لي بسرعه. قال لي لما تنقح عليك رجلك انت اهلي بسرعه. طب الاقيه فين ده يا بابا؟ في المستشفى هنا، ما تجيش الا لما تجيبه في ايدك. خلي بالك منه. رجلي. سلامتك يا عم صالح. عملت حاجه؟ ادينا وزعتهولك اهو يا ستي عشان نعرف نتكلم على راحتنا. ها يا عم صالح، ايه اللي حصل؟ كانوا مراقبيني وانا رايح اجيب الشنطه من عند خالتي ستوته. بس انت ما قلتليش انك شايل الشنطه عندها. زياده في الاحتياط، بس ما عرفتش هم عرفوا منين ان شاكر بيه ساب الشنطه معايا. اصلهم كانوا مراقبيني وانا جايه لك على البيت، وطلعوا ورايا في الطريق وانا ماشيه وفتشوني بالعافيه، وفتشوا البيت كمان بس ما لقوش حاجه. قد كده خايفين من الورقه اللي في الشنطه؟ اوعى يا عم صالح يكونوا خدوها منك. امال يعني بعد ما ضربوني سابوها في حضني وانا مغمى عليا ومرمي على الارض؟ ما تخافيش، الشنطه اللي خدوها ما فيهاش غير ورق جرانين. انا كنت عارف انهم ممكن يكونوا ورايا، قلت لاعبهم واكسب وقت لحد ما الشنطه توصل للمخبأ اللي انا عايزه. الحمد لله. مخبأ ايه يا عم صالح؟ حسين الشرف ابن خالت ابويا، عايش هو وعيلته في اسوان. طيب والشرفي ده يعني انت واثق فيه ان هو هيخلي باله على الحاجات اللي في الشنطه؟ أأمنه على روحي كلها. الحمد لله. طيب هو هياخد الشنطه ازاي من خالته ستوته؟ خدها خلاص، وزمانه في القطر دلوقتي. يعني هو اتصل بيك؟ وكان هيتجنن لما عرف ان انا في المستشفى، بس ما رضيتش اخليه يجي هنا لان اكيد مراقبين المستشفى باللي فيها. اكيد طبعا، بس كده الشنطه بعدت قوي. كان لازم نبعدها لغايه لما يهدى الجو شويه. طب هنرجعها ازاي تاني يا عم صالح؟ اللي جم خدوها هم نفسهم اللي هيرجعوها، وما تخافيش ما يعرفوش عنها اي حاجه غير انها امانه بين ايديهم. طب والناس دول بيستفيدوا ايه من كل التعب ده؟ يا بنت الفايده مش بس في الدنيا، دول ناس بتعمل الخير وتشيلوا لاخرتها. باين عليهم ناس طيبين قوي. ناوي تقول ايه في المحضر يا عم صالح؟ نفس اللي قلته لعصام، كسروا على عربيه السواق ونزلت ادافع عنه. المستشفى كلها يا بابا، ما فيهاش حد اسمه المنياوي. طب استأذن انا يا عم صالح. سلامتك الف سلامه. الله يسلمك. وصلها يا عصام. حاضر يا بابا. فريده انا عايز اعرف بابا مخبي عني ايه. مخبي عنك حاجه؟ ايوه، الموضوع اللي كنتوا بتتكلموا فيه جوه، وانا بدور على الدكتور الوهمي اللي اسمه المنياوي ده. حاسس ان انا وباباك في بينا اسرار؟ انا مش حاسس يا فريده، انا متاكد. وايه يعني؟ من حقه يبقى عنده اسرار يخبيها عنك؟ حتى لو الاسرار دي هتاذيه زي ما حصل النهارده. يا فريده انا مش هستنى لما بابا يتضرب تاني، يمكن المره الجايه يقتلوه. عايز تقول ايه يا عصام؟ ان انا كنت ورا كل اللي حصل لعم صالح النهارده؟ انا ما اقصدش كده خالص يا فريده. انا قصدي ان كل اللي حصل ده من ورا الشنطه اللي معاه. يا فريدة، انت متهيألك ان انا معرفش حاجة عن الشنطة؟ انا كنت في البيت لما شاكر بيه جاب الشنطة لبابا. صحيح بابا ما قاليش الشنطة فيها ايه،
بس اكيد كل المصايب اللي بتحصل دي من وراه. انا اسفه يا عصام، اوعدك ان انا هبعد عن صالح عن الموضوع ده خالص. انا ما طلبتش منك كده خالص يا فريده، كل اللي انا عايزه عايز اعرف ايه الحكايه، ايه الحقيقه عشان اعرف اساعدك واساعده. انا لازم امشي. عمتي شوقية، طبعا الأستاذة فريدة غنية عن التعريف. دقيقتين بس أوصل الأستاذة وأجي لكم. كده برضو يا صالح، هو أنت صغير عشان تتخانق في الشارع؟ أنا بس حبيت أثبت لك إن أنا لسه شباب عقبال ما اتخانق عشانك يا شوقية. ده انت خناقة تانية زي دي وهتخلص خالص. لا ما تخافيش، انا جامد قوي ولياقتي البدنية لا يمكن تتأثر باللي حصل. وما تخافيش، كتب الكتاب هيتم في ميعاده الجديد ان شاء الله. هو فين الوضع الصعب عشان يجيب لكم حاجة ساعة؟ بيوصل فريدة هانم لحد الاسانسير، ومش بعيد كمان يوصلها لحد التاكسي. فيها الخير والله، صممت تيجي تطمن عليا بنفسها. وهي بقى جات لوحدها ولا مع عصام؟ لا طبعا، هو نفسه اتفاجئ بيها زي بالظبط. معلش يا جماعه اتاخرت عليكم شويه. لا ابدا، ده انا قلت انت هتوصلها لحد البيت. الشنطة فينا سكتوا. شد حيلك يا عم صالح. مش عارف ازعل عليها ولا ازعل من نفسي اني كنت السبب في موتها. ما تقولش كده يا عم صالح، انت راجل مؤمن وعارف ان الاعمار بيد الله. لو ما كنتش خبيت الشنطه عندها ما كانوش هوبوا ناحيتها. ما تقولش كده يا عم صالح، كده هتحسسني بالذنب معاك. انت مالكيش ذنب يا بنتي، انا خايف عليك ليأذوك انت كمان. شد حيلك يا عصام. انا مش هشد حيلي غير لما اعرف ليه قتلوا ستوته وكانوا بيدوروا عليها عندها. هو مش ممكن تكون صدفه ان بابا يكون عندها في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه وينضرب كمان وهو راجع. معك حق يا عصام، انت لازم تعرف كل حاجه. اسف قوي على التاخير يا فندم. ولا يهم، انا ما نمتش من امبارح يا فريده بعد الكلام اللي انت قلته لي ده. انا عمري ما كنت اتخيل ان السر اللي بيني وبين بابا وعم صالح ممكن حد رابع يعرفه. طب ليه قلتي لي؟ اصرارك انك تعرف كل حاجه عشان خوفك على عم صالح، وده من حقك. بس الكلام اللي انت قلته لي ده يخوفني اكتر مش يطمني. انا قلت لك مفيش داعي تخاف يا عصام، الشنطة دلوقتي موجودة في أسوان عند قرايبك.
بس الناس اللي انتوا مش عايزينهم يعرفوا ان الشنطة في أسوان هيفضلوا ورا بابا لحد ما يلاقوها يا اما يقتلوه. طب قولي انا في ايدي ايه اعمله علشان احميه منهم وخرجوا من الموضوع ده خالص؟ طب تبصلي كده ليه يا عصام؟ اوعى تكون بتفكر انك تضغط على عم صالح يرجع الشنطة من أسوان عشان يسلمها له. مش للدرجة دي يا فريدة، انا مش ندل كده يعني. لا مش قصدي انك ندل ولا حاجة، بس طبيعي تفكر كده عشان خايف على بابا. بصراحة بقى انا مش خايف على بابا لوحده، هو مش بابايا من زمان، بس بصراحة بقى انا بقيت بحبه دلوقتي اكتر من الاول. هو عم صالح فعلا يتحب. طيب قولي بقى انت لو مكاني هتعمل ايه؟ انت ما فكرتيش تبلغ البوليس؟ هبلغ البوليس ازاي بس عن الناس انا معرفش هما مين اصلا؟ انا كل هدفي دلوقتي ان انا ارجع المستندات دي واقدمها للنيابة. دورت في كل خرم ابرة، يا ترى يا بابا انت مخبي المستندات فين؟ مش جايز يكونوا خدوها منه؟ ما كانوش اضطروا يقتلوه. عمتي انا ازاي ما فكرتش ان ممكن يخبي المستندات في عين السخنة؟ صح فعلا. قولي لا، ما تيجي بكرة الصبح نروح ندور عليها. مفيش وقت يا عمتي، كل ثانية هتفرق في حياة فريدة واخوها. انتي نطقتي الفستان. ميرسي يا مدام لينا، بس الحقيقه انا ما كنتش متخيله انه هيجي مقاسي كده. انا متاسفه قوي ان جبتكم في وقت كده متاخر، بس اصلي كنت مخنوقه ومش كيلي نوم. لا ابدا ما فيش حاجه، بس انا اللي اسفه اني جبت مودي معايا، بس في الحقيقه ما كنتش عارفه اسيبه فين في وقت متاخر زي ده. يا خبر يا حبيبتي، ده البيت بيتك. شوف يا حبيبي، انا جايبه لك الشوكولاته دي وعايزك تخلصني منها كلها. خد يا حبيبي. في ايه؟ هو اخوكي مكسوف مني ولا ما بيحبش الشوكولاته؟ لا ابدا، اصل مودي عنده السكر وبياكل الحاجات دي بحساب. يا حبيبي عمتي، احنا مش خلاص لقينا الورق اللي مندور عليه؟ انا عايز ارجع مصر دلوقتي حالا. انا تعبانه قوي يا ايمن، ما تستنى للصبح. مش هينفع يا عمتي، انا لازم اسلم الورق ده بكره الصبح في النيابه. يلا بينا. ازيك سامي؟ الحمد لله. ورق معايا يا باشا ورجعته بنفسي، ورقه ورقه وكلمه كلمه، والحمد لله ربنا ستر، عرفنا ناخده منهم في اخر لحظه. انا دلوقتي تحت امر حضرتك في الورق ده. المشكله بقى ان البنت عندها ورق اخطر من ده، ولغايه دلوقتي مش عارفين مكانه. نخلص من الورق اللي معانا وبعدين نبقى نتصرف في الورق اللي معاها. تحت امر سعادتك. تؤمرني بحاجه تانيه؟ لا شكرا، اتفضل انت. ايه اللي معادك هنا يا دينا؟ شفت يا كيكو، السرير ده عجبني جدا للبيبي، عايزين نجيبه عشان خاطري. اللي جايبك هنا يا دينا؟
جاي اساعدك في الشغل يا روحي. وانا ما طلبتش مساعده من حد. وانا هستناك لما تطلب، انت جوزي ومصلحتنا واحده. دينا طب جربني طيب الاول، لو ما فاتش برفدني. ما تنسيش انك حامل والدكتور طلب منك انك ترتاحي في السرير. حبيبي اول شهرين عدوا وخلاص، ولو فضلت كده السبع شهور الجايين بجد هموت من الزهق، وكمان البيبي هيزهق وهيطلع مكشر كده زيك. الكرسي ده بتاعي انا بس، وانا بموت فيك قوي. اوكازيون بس بحق وحقيقي. عرض ايه؟ الورق اللي معاك قصاد 40,000 جنيه. ورق ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انا جبتلك من الاخر، بلاش انت ضف وتدور عليا. انا ما معيش ورق. احنا نقدر نوريك العين الحمراء. اوعى تفتكر ان انا هخاف منك انت ولا اللي معاك. انتوا ما تقدروش تؤذوني، لو كنتوا عايزين تؤذوني ما كنتوش جبتوني هنا. احنا نقدر ناذيك وناذي فريدة علوان وناذي ابوها وهو في سجنه ونخليه يحصل رأفة عزمي. شفت بقى خليتني اتنرفز عليك ازاي؟ انا ما جبتكش هنا عشان نتخانق. ها 50,000 كويس؟ انا ما اقدرش ابيع لك حاجة مش بتاعتي. ما تخافش، فريدة هنا مش هتعرف ان انت اللي بعتها. قول لي مخبي الورق فين واحنا هنجيبه بمعرفتنا. الورق مش معايا، بعد ما عرفت ان كنتم مراقبني رجعت الورق لصاحبته. عم صالح اتصلوا بيها لو مش مصدقني، بعدين سوموها هي ما تسومونيش انا. ماشي، هنخليك انت توصل لها العرض بتاعنا. مين الراجل ده يا بابا؟ معرفش. طب فاكر كويس المكان اللي ودوك ليه؟ برضو معرفش، كانوا مغميين عيني رايح جاي. طب وايه العرض اللي طلبوا منك توصله لي؟ عايزين الورق اللي معاكي ويدوكي 50,000 جنيه، بس من طريقة كلامهم عرفت انهم ممكن يدفعوا 100,000 جنيه. طيب محدش قالك الموضوع ده هيتم ازاي؟ هيتصلوا بيا بطريقتهم ويعرفوا ردك مني. ماشي يا عم صالح، بلغهم ان انا موافقه من حيث المبدا. موافقه يعني ايه؟ هتبيع القضيه بسهوله كده؟ فهمهم يا عم صالح اني محتاجه فلوس، ومش هقبل في الورق اللي معايا اقل من 500,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ وده مقابل كام سنه زياده هتسجنهم والدك. استنى ردك يا عم صالح. سمعت اللي انا سمعته ده؟ والله يا ابني ما انا عارف، من كتر اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول ما بقتش عارف حاجه خالص. طب انت ناوي على ايه؟ هي صاحبه الشقه وهنفذ اللي قالت لي عليه. هاي عصام، انا اسف اني تاخرت عليك. لا ولا يهمك، ازيك يا فريده؟ الحمد لله. بابا ابلغ رسالتك، وافقوا على 400,000 جنيه. ايه مش كفايه ولا ايه؟ لا طبعا مش كفايه، مش هوافق على المبلغ ده. طمعانه في اكتر بقى. ايه طمعانه دي؟ انت ازاي تكلمني كده؟
لاني مش مصدق يا فريد ان انت ممكن تبيع حق والدك بفلوس. يا رب بس هم يصدقوا. مين دول اللي صدقوا؟ كنت فاكرك هتفهم من غير ما تسأل. طب ما تفهمين وريحين. بلغ عم صالح ان انا مستعدة اقابلهم بكرة في الوقت والميعاد اللي يحددوه. يا عصام انا بكسب وقت علشان يخفوا المراقبة عليا واقدر اسافر. سافر على فين؟ على اسوان علشان اجيب الشنطة. سافر لوحدك؟ ايوه هسافر لوحدي. الشنطة دي تخصني انا ومحدش تاني هيقدر يحافظ عليها قدي. بس ده في خطر عليك. الشنطة وجودها في اسوان هتخلي في خطر علينا كلنا واولنا بابا. ماشي. طب مودي هتسيبي فين؟ كان نفسي قوي اسيبه معاك عشان متاكده انك هتخلي بالك منه، بس مش هينفع. لازم اسيبه في مكان مش متوقع. دورت كتير ما لقيتش حد اسيب مودي معاه غير حضرتك. طب وليه اخترتيني انا بالذات؟ يمكن عشان ارتحت لحضرتك زي ما انت كمان ارتحتي لي، ومحدش هيفكر ان مودي ممكن يبقى معاكي. طب الجماعه اللي عايزين يأذوكي دول بيدوروا عليكي ولا بيدوروا على اخوكي؟ هما في الحقيقه بيدوروا عليا انا، بس انا عايزه ابقى مطمنه على مودي قبل ما اسافر، في نفس الوقت مش قادره اخده معايا. طب افرضي انهم كانوا بيراقبوكي وانت جايه على هنا. اكيد خايفه، بس هعمل ايه يعني؟ لو سالوا هيعرفوا ان انا باجي لحضرتك عشان شغل على الكمبيوتر. انا عارفه انه طلب صعب ويخوف، ومش حزن من حضرتك لو رفضتي. انا مش خايفه على نفسي، انا خايفه عليكي. اعمل ايه؟ ده قدري، ده ابويا ولازم اساعده. طب وانت هتغيبي في السفر قد ايه؟ كلها يومين، ما تقلقيش مش هتاخر. فريده اخوكي بيعرف يحقن نفسه. انا هعلمه قبل ما اسافر. لا يا ريت تعلميني انا. ازاي هتسافري وتسيبيني لوحدي؟ مودي السفريه دي بالذات مش هينفع تسافر معايا. انا خايف عليك انت. خايف عليا من ايه؟ من الناس اللي دخلوا هنا قبل كده، وبرضه مش عايزه تقولي لي هما كانوا عايزين ايه. مودي لما ارجع من السفر هحكي لك كل حاجه، اوكي؟ وشمعنى يعني طنط لينا دي اللي هتسيبيني عندها؟ لما انت كل مره بتسيبيني عند طنط ثانيه. هترتاح عند لينا اكتر. انت فاكراني مش فاهم؟ انت هتسيبيني عندها عشان ما يعرفوش يوصلوا لي. طالما فاهم كل حاجه يبقى يا ريت تسيبني اسافر وارجع بسرعه، ممكن؟ تعالى يا حبيبي. روح. تعالى يا روح. كريمة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. متشكره قوي. ده في عينيا. يا عينيا يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي. كلك ذوق يا فندم. ربنا يخليك. قولي لي بقى، انت قريبتهم؟ لا اكتر كتير. ايه يعني؟ جارتهم. جارتهم؟ اه بس من زمان بقى. على فكره انا احب الناس بتوع زمان قوي قوي قوي. الله يبارك لك يا فندم. انا صاحبه مامه فريده كده. صحيح. من زمان. ايوه من ايوه زمان. اهلا وسهلا بيك يا حضرتك يا فندم. حضرتك بقى ست بيت ولا بتشتغلي ولا؟ لا انا بشتغل. بتشتغلي ايه؟ طبعا مزيكا يا فندم. يعني ايه بتشتغل مزيكا دي؟ انا بعلم مزيكا فندم. اه مدرسه مزيكا. الله الله الله. يعني بتضربي الات ولا بتغني ولا؟ كله كله كله. بتغني؟ كله كله. بتعرفي تغني؟ اه طبعا. انا بموت في الغنى، بموت بموت في الغنى. وحليكي والله، بس صوتي بعافيه شويه. لا ما بعرفش كده. لا يا فندم مش القلب بيدق. طبعا تبقى الحس كده. بتتكلمي؟ مفيش هزار. طب ما تسمعينا حاجه بقى. بتغنوا معايا؟ يا ريت يا ريت. نقول معاكي. اكدب عليك. الله. يا ريت. اكدب عليك. اكدب عليك. اكدب عليك يا عين. اكدب عليك لو قلت الله. Thank you.
فكرة أنا اتفقت مع مختار هنزلك في رمسيس قبل ما نكمل على القناة. شكرا أوي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أنا تشكريني على إيه بس؟ أصلك ما تعرفيش مختار ده حبيبي قد إيه. مرسي جدا. تنزلي الموقع؟ الشغل ماشي ببطء جدا كده، مش هتلحق تخلص المرحلة الأولى في ميعادها. ما تشغليش بالك، شوية تصريح ولسه ما استلمناهاش. ومش هتستلمها، الناس اللي انت متكل عليها مشغولين في قضية شكر علوان. وانت عرفتي حاجة زي كده ازاي؟ جرجرت خلك في الكلام. قولي الصراحة بقى انه زائك عليا علشان ابعد عنه. ما هو عنده حق، انت كده متشعلق في حبال دايما. ما عنديش اي حبال تانية. طب انا عندي ناس يخلصوا لك التصاريح دي في ظرف اسبوع واحد مش اكتر. مين دول؟ على فكرة انت عندك كريزيتي عالية جدا، مش مهم مين، المهم العمولة بتاعتي. انت كمان عايزة تاخدي مني عمولة؟ طبعا يا روحي، بزنس از بزنس، الترجمة الشغل شغل. ماشي هديك اللي انت عايزاه، بس على شرط في ظرف اسبوع تبقى التصريح دي عندي. اوامرك يا قلبي. نوفر عليك يتعمل المكالمة. تعال يا مودي سلم على أختك فريدة. الحقيني يا فريدة. أحمد ياريت تلحقي بسرعة، أنا عارف أنه عايش على الإنسولين وإحنا للأسف ما عندناش منه في التلاجة.
معلش يا جماعة أنا آسف يعني أنا جيت من غير ميعاد. في إيه يا سما؟ خير؟ أنا بمر بظروف صعبة ولازم أسيب البيت اللي من دول شوية. ظروف إيه دي اللي سايبة البيت؟ قوموا أعمل لكم شاي. طب جايز كانوا مراقبين ثانية وهي جاب أحمد هنا، ويمكن كانوا مراقبين المدرسة نفسها. أنا اللي غلطانة يا جماعة، أنا ما كانش لازم أفتح الباب. أنا سمعت حد بيقول التلغراف مستعجل، تالي حد من ولادي، ما كانش لازم أفتح. فتحت لقيت اتنين مغطيين وشهم كده ومعهم منديل حطوه على مناخيري، ما دريتش بالدنيا. فقت ما لقيتش الولد. أنا أسفة، أنا غلطانة، ما قدرتش أحافظك على أخوك زي ما وعدتك. أنا للأسف تعرضتي للأذى بسببي. مشكلة دلوقتي في أحمد، أنا خايفة يأذوه علشان ينتقموا مني. ما تخافيش خالص، هم أكيد ما خطفوهوش عشان يأذوه، أكيد خطفوه عشان يساوموكي بالمستندات. ساعة مكالمة القطر ما تكلموش تاني. طب ما تكلميهم على النمرة اللي كلموه كمانها. كلمتهم كتير بس ما بيردوش. أكيد طبعا بيكلموك كل شوية من نمرة شكل. حتى لو كلموني هعمل إيه وهم عايزين مني ورق لسه ما بقاش معايا؟ فريدة هانم، قلت أسيبك شوية لغاية ما تستوعبي الصدمة، وما كنتش ناوي أكلمك دلوقتي، بس الواد أخوكي صعبان عليا قوي، قاعد يعيط من ساعة ما جه، وبان عليه مش هيقدر يعيش من غيرك. ها لسه برضو مستخسرة فيه شوية ورق هتنقذي بيهم حياته؟ اسمع، أنا أخوي عايش على الأنسولين، لو في اي حاجة حصلت له في ظرف النص ساعة الورق اللي انتوا عايزينه هيكون في النيابة. الانسولين معايا انا مش معاه هو. محدش بيعرف يتعامل معايا، انا بس اللي بعرف احقنه. حتى لو اديتك انواع الانسولين ومقاس السرنجة مين هيحقنه؟ متخافيش يا هانم، دي حقنة بسيطة بتتاخد تحت الجلد، ويا ما اديتها لابويا الله يرحمه. الانسولين هنديهوله في مواعيده اللي قلتيلي عليهم، بس انا بقى ما اقدرش استنى اكتر من 24 ساعه. ما جاش الورق قبل الساعه 24 يبقى الله يرحمه اخوكي، ومحدش هيقدر يتهمنا بقتله، هيبقى مات موتة ربنا. الحقيقة بقى انا انا واخد امر ان عاملك كويس وتتطلب حته من لسانك. عموما الاكل اهو لما جوعي قرصك. المجرم بيقول لي هنسيبه يموت موتة ربنا. اهدي يا فريدة عشان نعرف نفكر ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ قولولي انتوا هنعمل ايه؟ انا من رأيي يا بنتي نبلغ البوليس وهو يتصرف. لا 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 لا، بوليس ايه؟ ممكن لو عرفوا ان احنا هنبلغنا البوليس يعملوا فيه اي حاجة. احنا كده مش هنعرف نعمل حاجة تانية في المهلة اللي هم ادوها لنا. طيب
مش عارفة، أنا ممكن أتصل بيهم وأطلب منهم إن هم يزودوا المهلة، وساعتها ممكن أسافر أسوان وأجيب المستندات بنفسي. كده يبقى خلاص استسلم. يعني إيه؟ أسيب أخويا يموت؟ مسج من أحمد. مدرسة شبرمنت الابتدائية. يعني إيه؟ مش عارفة، بس هو أكيد موجود جنب المدرسة دي. طب لما هو قادر يبعت رسالة ليه ما بعتلكش العنوان اللي هو فيه؟ سؤال منطقي فعلا، سؤال منطقي. أكيد ما يعرفش هو فين. أنا هروح له حالا. أنا جاي معك. أنت تعرف فين شبرمان؟ على طريق زهارة. طب يلا يا عدرا، انقذي أحمد يا عدرا. هتضلوا العشاء؟ ما تتعبيش نفسك، مش هياكل. ده من ساعة ما جه هو عمال بيعمل في تليفونات. ما هو عمال يدور على مكان يستخبى فيه مش لاقي. طب وهيعمل ايه؟ والله ما انا عارفة هيعمل ايه. شكلك كده خايفة عليه قوي. ما كنتش فاكرة ان انا ممكن اخاف عليه كده. عشان ما كنتش فاكرة انك ممكن تحبيه بالشكل ده. طب سيبك من الحب وسيرة الحب دي، وخلينا في المشكلة اللي احنا فيها دي. مشكلة ايه؟ انا مش شايفة مشكلة. هو مش قاعد معانا هنا؟ خلاص نسيبه قاعد وخلاص. انتي اتجننتي؟ انتي عايزه الجيران يقولوا ان احنا جايبين راجل من بيتينه معانا؟ يا ستي اجيب لك المأذون ونخلي الغريب ده قريب. مأذون ايه يا بنتي في وقت زي ده؟ هو ده الوقت المناسب. انا شايفه انكم تكتبوا الكتاب اللي انتوا عمالين تأجلوا فيه ده، وبعدين الراجل اللي بطل يمشي في الشارع دور على اماكن يقعد فيها ويعرض حياته للخطر. يعني تبقى جوازه لدواعي امنيه؟ لا، هتبقى جوازه لدواعي عاطفيه. وبعدين انتي عارفه بيحبك قد ايه؟ انتي عارفه انه بيحبك اكتر ما انتي بتحبيه كمان. ايوه بس يعني هقول له تعالى اتجوزني عشان تلاقي حته تستخبى فيها. هجيبهولك لحد عندك يتحايل عليكي عشان تتجوزي. يعني فكرك اوافق ولا افكر شويه؟ اطمن سعادتك، انا قاعد مع الواد ما سبتوش لغايه دلوقتي. البنت مش ممكن هتضحي بحياه اخوها. الورق هيكون معانا قبل المده اللي حددتها لها. اي جديد هبلغ لسعادتك. الانترينيو سترنجا. يا باشا انت نسيت هي قالت لك تدي كم سنتي؟ لا ما نسيتش، بس بقالي كتير قوي ما اديتش حقن. عايز تاكل ليه؟ ماليش نفس. طيب يلا شمر دراعك عشان اديك الحقنة. مش هاخد اي حقن. لا يا كابتن، انت حياتك غالية قوي علينا. اختك موصيانة عليك، لازم ننفذ الوصية. قلت لك مالكش دعوة بيا. دلوقتي بقى لازم تاكل حاجة زي ما أختك قالت لنا. إيه ده رئيس؟ خبي حاجة. إيه ده؟ هو قلت لك تفتشوه كويس؟ كلمت مين منه؟ كلمتش حد من ساعة ما جيت هنا عشان مفيش شبكة. تكلم حد رئيس منه؟ آخر مكالمة امبارح بالليل، واخر رساله من يومين. طب الحمد لله. بس برضه مش هفوتها لك قدامي. ايه
مدرسة جبرمنت ابتدائي. يبقى أحمد موجود في بيت من البيوت دي. مشكلة بقى أنهي بيت فيهم؟ فاكش دلوقتي انت محتاج سكر او عصير. اتصرف ازاي بس يا ربي. هكلم عصام ما تقلقش، هبعت له مسج ويتصرف.
داخل على غيبوبه. ايه ده؟ السيره ما بتفتحش بسهوله. انا زيهم عيد ميلادك. مودي افتح بقى. طب العمل دلوقتي ايه؟ بص انا هسدله مناخيره وهيفتح بقه بحركه عصبيه. دخل انت السكر بسرعه. طب يلا 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 يا مودي. يلا يلا حبيبي يلا يلا ابلع. مودي 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 تاني. يلا حبيبي يلا 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 حبيبي يلا حبيبي فوق. مودي 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 حبيبي مودي مودي مودي. الجدول تاني عشان مش عارف يبلع عشان يوصل بسرعه. طب قول لي حاجه. عليك الفستان ده جبتيه امتى؟ الفستان ده كان بتاع المرحوم ماما، اديتهولي وكان نفسها قوي تشوفني لابساه. لما جه اليوم ده كانت فرحانه قوي وانا قاعده جنب العريس في الكوش. المصوراتي بقى صمم وطقت في دماغه ان احنا نشرب بعض الشربات. انا شربت العريس وهو بيشربني، راح دلق الشربات على فستان امي. اوبا. طبعا انا بقى كنت صغيره شايفه نفسي، رحت شخطه فيه علو صوتي في وسط الفرح، قلت له مش تفتح يا حمار. هو كمان ماسك الميكروفون وفي وسط الناس كلها وقال لهم البنت اللي اسمها شوقيه دي اللي انا لسه كاتب كتابي عليها دلوقتي حالا طالق مني بالتلاتة. ده من حظي انا. حلو البابيون ده. ايه عجبك؟ قوي. انا كمان ورثت عن المرحوم ابويا، اصله كان شغال طباخ عند الست هدى هانم شعراوي. ايه مالك؟ سرحتي في ايه؟ مش هتندم عشان هنتجوز؟ اندم؟ ده انا مستني اليوم ده بفارغ الصبر. يعني جد جد مش زعلان؟ ايوه بس انا كان نفسي نتجوز في ظروف احسن من كده. ان شاء الله الظروف هتتحسن وهتلاقي عصام قريب قوي. من العصر تليفونه مقفول ومش عارف اكلمه، انا قلقان قوي. وانا قلت لك نبلغ البوليس، انت ما سمعتش الكلام. ابلغ البوليس اقول له ايه بس؟ ما انت عارفه الموضوع كله من اوله لاخره سر، يعني ما ينفعش يطلع بره. ولغاية امتى يا صالح هتفضل هربان بالشكل ده؟ والله ما انا عارف،
يظهر ان انا ظلمتك معايا بالجوازه دي. ما ظلمتنيش ولا حاجه، انت هتبقى جوزي ولازم اطمن عليك. ادعي لي الاول اطمن على عصام. يا ترى انت فين يا ابني؟ وقافل تليفونك ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت دستين جاتوه والمأذون كتر خيره وجاب الشهود معايا. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. زواج مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محضر البطاقات اهي بتاعتي وبتاعت العروس. اتفضل. مختار عن ابوه، كنا بنيجي نعينه عشان كنا ناويين نعمل مشروع فيه. احنا فين؟ ما تخافش يا حبيبي، احنا خلاص هربنا منه. ما تقلقش فريده اهي. ما تقلقش. انت متعور. دكتورة فريدة. ما كنتش عارف ان ضرب الرصاص لذيذ قوي كده. Very well written. Bravo. Thank you. Send it now. Thank you. انت بتشوفي عصام مش كده؟ ايه ساكتة ليه؟ مش عارفة اذا كنت بتشوفي عصام ولا ما بتشوفيهوش؟ بقالي كتير ما شفتوش. بس بتتكلموا في التليفون اكيد. هو حضرتك عايز تعرف ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف فين فريد علوان. معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ اكيد عصام قالك على مكانها. بس انا حتى معرفش اذا كان عصام يعرف مكانها ولا لا. ازاي ما يعرفش يعني؟ هو اكيد عارف، ولو سألتيه هيقولك. طب وليه حضرتك ما تسألوش بنفسك؟ انا ما اقدرش اساله في سر خطير زي ده. بس انت ممكن، ولو سالتيه هيرد عليكي بالحقيقه. انت المفروض انك خطيبته وهتبقي مراته. وازاي هبقى مراته واساله على سر زي ده واجي اقول لحضرتك من غير ما اخد رايه؟ عشان انا مديرك، ولو ضايع عنك هيبقى له ثمن غالي. بس انا لو خنت خطيبي من سهل قوي ان انا اخون حضرتك كمان. عن اذنك يا كريم بيه.
مهما قلت ومهما عملت مش عارف اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا، انك وقفت جنبي وعرضت حياتك للخطر. على فكره انت مش محتاجه انك تشكريني، بالعكس انا اللي المفروض اشكرك انك اديتيني فرصه ان انا اعبر عن حبي لاحمد، حب ليكي. صغيرة لما عملت عملية اللوز دايما بلبسها، خليها معاك، أنا دايما بدعيلك ربنا يحفظك ويحرسك. مفيش أمنية أجمل من كده ممكن أتمناها في الدنيا. شكرا يا فريد. أنا بشكرك يا عصام وبحبك زي ما بتحبني. أنا اللي مش عارف أقول لكم يا جماعة، أنا حاسس إن أنا خلاص خفيت ومش حاسس بأي حاجة، حاسس إن أنا طاير وعايز اطير فوق فوق فوق. انا مبسوط قوي. مالك يا فريده، سرحت في ايه؟ ابدا، طرت معاك وبعدين فوقت نفسي، مش عارفه اعمل ايه في المشاكل اللي مش راضيه تسيبني في حالي. ما تخافيش يا فريده، انا جنبك. هاي، ازيكم؟ ازيك يا مختار؟ عامل ايه دلوقتي يا بطل؟ الحمد لله، الدكتورة فريدة طلعت الوصول. طب الحمد لله. احنا عامة لازم نتحرك دلوقتي فورا. أنا معايا تذاكر القطر خلاص. وأدي شنطة هدومك كمان يا سيدي. يا مختار أنت عايز تموتني؟ يا ناقصك. هنروح فين يا فريدة؟ هنروح أسوان، مش كان نفسك تروحها من زمان؟ عصام ما كنتش عايزة اسيبك في الظروف دي، كان نفسي افضل جنبك، بس انت عارف لازم اسافر. ما تقلقيش علي، اتكلي على الله انت وخلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك. هتطمنيني عليك؟ ها؟ كلميني اول ما توصلي. خليك مرتاح. هتوحشني يا احمد. خلي بالك من نفسك. خلي بالك منهم يا مختار. من كده. طب وانت في ايدك ايه بس تعمله وما عملتوش؟ في ايدي ان انا انزل ادور على ابني في اي حته. لا يا عمي ما تنزلش، انت ناسي انهم لسه مراقبينك، انت كده ممكن تعرض حياتك للخطر. امال انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقعد كده في البيت حاطط ايدي على خدي وابني بيضيع مني؟ يعني اقعد في... ده عصام. الحمد لله. الو؟ ايوه يا عصام. انت فين يا ابني من امبارح؟ علقتني عليك. حاضر، هكلمه وارجع اتصل بيك تاني. هو فين يا عم؟ اعمل المكالمة دي بس وبعدين اقولك على كل حاجة. الو؟ ايوه يا حسين، انا عمك صالح. اسمع يا حسين، فريدة علوان ركبت القطر دلوقتي وجايالكو. انا عايزك تستقبلها، مش هوصيك، تخلي بالك منها هي واخوها،
دي بنت الراجل اللي انا اكلت معاه عيش وملح 30 سنة. عمك صالح كلمني من مصر، كنت عايزني اقول له ايه؟ خلي القطر اللي جاب هيرجعها تاني؟ يا بويا احنا كده هنحط نفسينا في مشاكل ما احناش كدها. اتكلم عن نفسك بس يا هاشم، انا عارف انا بعمل ايه. يا بوي انت ناسي انها بنت الراجل الحرام اللي اسمه شاكر علوان اللي خد مال الشعب وهرب بيه؟ عملت نفسك قاضي خلاص وحكمت عليه؟ وحتى لو ثبتت عليه التهمه ما اخدش بيته بذنبه. وعلينا بايه بس يا بوي؟ انت مش خابر ان وراها ناس هيطردوها وهم اللي قتلوا ستوته بعد ما مشينا من عنديها بدقايق؟ العمر واحد والرب واحد يا ولدي، انا اديت كلمه لعمك صالح ولا يمكن ارجع فيها. الكلمه دي هتبقى على رقبتنا كلاتنا يا بوي، اني وانت واختي زهره وجدتي. هي كلمه وما تنهاش يا هاشم، احنا عندنا ضيوف واجب علينا كرم الضيافه، وانا عارف انك راجل وما عتجيش على بنتي هي واخوها الصغير. وحشتيني أوي. وانت كمان وحشتيني اكتر. كنت فاكر انك بعد ما تتجوزي مش هشوفك. يا باشا انا ما اقدرش استغنى عنك، طول عمري بتبكاش بس برضه بتحبني. اه ما هو ده اللي مجنني. ده انا اللي هتجنن لو التصريح اللي قلت لك عليها اتاخرت اكتر من كده. حبيبة قلبي اعتبر التصريح فرصة وفي جيبك. انت بتتكلم بجد؟ بجد؟ ربنا يخليك لي، بحبك قوي، بحبك. بس انا عايز اعرف حاجة، انت جوزك مش هيسألك خلصت التصريح دي ازاي؟ جوزي ما بيسألش، ده ما هيصدق يلاقي التصريح بيني. السلام ورحمة الله وبركاته. هاشم ابني طباخ كد الدنيا على مركب النجمة الذهبية. أهلا وسهلا.
علي يا زهرة. زهرة بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. زهرة فرحها بعد اسبوعين. بجد الف مبروك. هتصرفينا طبعا. لا ايه ده، انت عايزين اقعد هنا اسبوعين بحالهم؟ مش هينفع. وما تقعديش ليه؟ لو ما شالتكيش الارض نشيلك على راسنا من فوق. ربنا يخليك يا عم حسين. طيب عن اذنك عشان عندي ورديه واتاخرت عليها. يا مرحبا، اتفضلوا. اتفضل يا احمد. خش يا زهره. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. سلام عليكم. الحاجه كوثر حماتي ام حجيه الله يرحمها. هاي يا كابتن، انا فريده. فريدة تمسح. ما تخافش يا احمد، انتوا مش بتربوا الكلاب والقطط هنا في غرب سهيل؟ بنربي التماسيح ونحطها في احواض عشان الاجانب يتفرجوا عليها. انتوا جايين من غير شنطة السفر ولا هدومكم ليه؟ معلش الظروف هتعرفيها بعدين. ايه الاخبار يا عم حسين؟ اطمني في الحفظ والصون، بكرة ان شاء الله قبل الليل ما يليل هتكون عندك. انا اصلا مخبيها في البيت القديم في عشة الفراخ. دلوقتي هنطلع عشان نتغدى، وانت يا فريده هتنامي مع زهره في اوضتها، وانت يا ابو حميد هتنام مع هاشم في اوضته. يلا اتفضلوا. جبت معاكي الدواء بتاعي؟ ما تقلقش في جيبي. اتفضلوا اتفضلوا. يلا بسم الله. انت هتنامي على السرير وانا هنام جنبك على الكنبه. لا لا لا، خليكي انت على سريرك، انا اللي هنام على الكنبه. ما ينفعش، احنا الضيف عندنا يبقى هو صاحب الدار لحد ما يروح بالسلامه. معلش بقى المخده مش قد كده. انت عارفه يا زهره، في بيتنا كنت بنام على مخده ريش ناعم، بس عمري ما ارتحت عليها، عمري ما نمت بعمق. والايام اللي كنت بنام فيها كنت بحلم بكوابيس. ربنا يريح بالك ويهدي منامك. قولي لي يا زهره، انت بتشتغلي؟ انا خدت الاعداديه وقعدت اساعد امي شغل البيت. بس اخويا هاشم معاد بلوم فنادق كد الدنيا ما شاء الله. ده حتى عريسي زميله في الشغل. والله بيشتغل معايا في المطبخ على نفس المركب. لا ده عقبال امرت الجرسان كبير قوي ما شاء الله. قولي لي يا زهره، انت بتحبيه هاشم؟ لا مش هاشم. عريسك. حتما بحبه، مش هيبقى جوزي. لا انا قصدي يعني قبل ما تدخل بيلو كنتي بتحبيه؟ هو شافني مره واحده بس على المركب مع هاشم اخوي، بعدها بجمع جابهم وجم خطبوني على طول. ده واضح ان هو ايه، واقع على بوزه. انت عارفه ان انا جيت اسوان قبل كده، قالوا لي ان معظم الناس اللي ساكنه هنا في غرب سهيل نوبيين، بس متهيألي انتوا لا. احنا خلطه، ابويا غريب مش من نوب. حبة حجية بنت نوبية زي الأول. أمك. أمي. أهلها ما وافقوش، لأنه عندنا التجاليد في النوبة النوبية ما تتجوزش من برا النوبة، تتجوز نوبي. أمي مرضت لأنها حبته هي كمان، أهلها خافوا عليها لا تموت أو مجوزينها له. ومن ساعتها وأبويا قاعد هنا زي النوبيين تمام. طب بقولك إيه، يعني بعد الحدوتة الحلوة دي انا جعانه قوي، ممكن تعمل لي ساندوتش؟ ساندوتش ده انا اعمل لك اكل زي الفل. فريده بس اللي اسمه هاشم ده دمه يلطش.
وطي صوتك، احنا ضيوف هنا وقاعدين يومين بس. بذمتك جلس ولا لا؟ بعدين بقول لك ملناش دعوه. طب خلي بالك بقى لحسن، الشرايط اللي احنا جبناها قربت تخلص وانت عكيش فلوس تجيبي غيرها. مش عارفك بقى ان انا معيش فلوس. انت فاكراني لسه صغير؟ الفلوس اللي كانت في الاخر معاكي جبتلي بيها الساندويش الجبنه اللي كارت في الاكرت. مالكش دعوه بالحاجات دي، انا هتصرف. هتصرفي ازاي بس؟ مالكش دعوه. اتفضل، السكر بتاعك 360، هديك وحدتين انسولين زياده. كفايه حقن بقى. معلش استنى، لازم بعد كده نزود الجرعه، قدام الاكل هنا تقيل كده. يلا يا بطل وريني ايدك. يا رب يا ساتر. انا اسفه، انا همشي حالا. لا عليه، انا اللي ممكن امشي لو لسه محتاجه الاوضه. لا ابدا مش محتاجاها ولا حاجه، عن اذنك. انت بقى هتروح المدرسة؟ امال يعني صايع؟ باين عليك لمت عاد. بقول لك يا ابو حميد، حقنة ايه دي اللي اختك كانت هتديها لك واني داخل؟ دي حقنة انسولين، بس انا عندي السكر. ربنا يشفيك يا ابو حميد. صحيك بدري كده يا عم صالح؟ انا ما نمتش طول الليل يا عزة والله. وعمتي سابتك ودخلت تنام؟ بيني وبينك انا سحبت من جنبيها وقمت وهي نايمه، ما رضيتش اقلقها بقلباني على السرير كل شويه. طب انا مستعده ما اقولهاش ان انت اتسحبت بالليل، بس تقولي انت ما نمتش ليه. بصراحه انا حاسس ان انا ضيف ثقيل عليكم، حتى ابني عصام منعني من الخروج لغايه لما يشوف الحكايه دي هتوصل لايه. انت عارف ان عصام ما بيردش على تليفوناتي؟ اكيد خايف عليكي لحسن يراقبوكي ويؤذوك انت كمان. انت عارف هو فين؟ عند واحد صاحبه، شويه كده يكون صحي نتصل بيه ونكلمه احنا الاثنين. لا يا عم كلمه انت لوحدك وبقى سلمني عليه. اكتب لي شيك ب 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ ليه ان شاء الله؟ انت مش قلت لي لما اخلص التراخيص هتديني اللي انا عايزاه؟ ما هو قلت لك لما نخلص التراخيص. هي خلصت خلاص يا حياتي، خلصت. خلصت؟ بجد؟ والله. ازاي بسرعه كده؟ لا احنا ما اتفقناش على ازاي. احنا اتفقنا اخلص التراخيص تديني اللي انا عايزاه. قوم يلا هات الشيكات من السكات بطل درع. قوم. استلم التراخيص اديك الشيك. بكره يا حياتي رجلي على رجليك، انت هتستلم التراخيص بايدك الشمال وانا هستلم الشيك ابو 100,000 جنيه بايد اليمين. طب تعالى. ايه؟ اليمين من هنا.
زهرة، أنا لي عندك طلب. أنت تأمري. متعرفيش أي حد هنا ممكن يشتري الساعة دي مني؟ دي ساعة حلوة قوي، أنت ليه عايزة تبيعيها؟ متخبيش عليكي، أصلا أنا في زنقة دلوقتي، يعني أي فلوس هتجيبها لي هتفيدني. تعرفي مرسي خطيبي؟ جوز خالته عنده محل ساعات كبير قوي في وسط البلد. طب هايل، معلش اتقل عليكي تروحي لهم النهارده. انت مستعجله قوي كده على بيعها؟ معيش اي فلوس، دي الحاجه الوحيده اللي فاضله معايا. ماشي. تفتكر احنا هنخرج من السجن اللي احنا فيه ده؟ يا شاكر بيه اللي جابنا السجن هنا قادر انه يخرجنا منه، ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا نتقي الله. محامي بتاعي بيقول ان انا قدامي على الاقل 25 سنه سجن. وانا اعمل ايه بقى؟ هيتحكم عليا فعلا بسبع سنين. بس انت عارف، عارف ايه احلى حاجه في السجن هنا؟ هو السجن فيه حاجه حلوه شوي. طبعا يا شاكر بيه، الواحد بره السجن بتبقى الدنيا واخداها. طب انا مثلا ما عرفتش جيني بجد الا هنا. طب انا بقالي هنا 3 سنين حفظت فيهم نص القران الكريم باذن الله. تفتكر الكام سنه اللي فاضلين في عمري هيدوني امل اشوف النور من تاني؟ لا تيأس من رحمه الله يا شاكر بيه. وبعدين ال 25 سنة اللي اتحكم عليك بيهم دول ممكن يبقوا 6 أو 7 سنين بالكتير لو بنتك قدرت تجيب الورق اللي انت بتقول عليه ان شاء الله. على قد ما انا عايش على الحلم ده، على قد ما انا خايف عليه من سامي منصور اللي معاه. يا شاكر بيه ما تخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها عمرك ما هتخاف من عبد ابدا. كلامك الحلو ده كان حنسين حقنة الفيتامين اللي باخدها عشان الظهر اللي بيوجعني ده. ايوه بس انت مش هتلاقي حد في العياده دلوقتي. انا ممكن اديك الحقنه دي. انت بتعرف تدي حقن؟ ما عشان انت حظك حلو وربنا مسهلها لك، انا اتعلمت الحقن دي مخصوص عشان مراتي. ادعي لها ان ربنا يشفيها. ربنا يشفيها. اتفضل يا بنتي، الشنطة اللي جيتيها مخصوص من مصر لغاية هنا. أنا عارف إنه حمل تقيل ومسؤولية كبيرة، لكن عارف برضو إن أنت جدة وجدود. الله يخليك يا عم حسين، ادعي لي إن أنا أقدر أرجع بيها في الوقت المناسب. بدعي لك ربنا يحميكي في الرجوع زي ما حماكي وأنت جاية. طبعًا إذنك بقى عشان عندي أنا وهي كلام كتير. هتعرفي تفتحيها؟ آه، بابا إداني الأرقام اللي أفتحها بيها. يبقى مفيش غير إنك أنت تاخدي الأمانة دي. ايه دول؟ دول ال 500 جنيه تمن الساعة اللي انت اديتيها الزهرة. هي قالت لك؟ ما كانش ممكن ما تقوليش، وما تقدرش تنزل من ورايا السوق. حضرتك لحقت تنزل السوق وتبيعها؟ ساعتك معايا في الحفظ والصون، احنا ناس على قد حالنا صحيح، بس ما ينفعش تصرفي على نفسك وانت وسطينا. معلش يا عم حسين، بس لازم يبقى معايا فلوس. فلوسك معاكي لغاية ما ينصلح الحال، وابقي رديها على أقل من مهلك. أنا هاخد الفلوس، بس خلي الساعة معاك لحد ما ينصلح الحال. هشيلها أمانة، ربنا معاكي. عن إذنك. اتفضل يا بنتي. بقى معقولة التراخيص اللي احنا داخلين عليهم بقالنا شهرين تيجي الست مراتك وتطلعهم لنا في يومين؟ شفت يا سيدي؟ صدق من قال
ما يجيبها الا ستاتها. طب وما قالتلكش طلعتهم ازاي؟ انت عارف دينا عمرها ما تكشف مصدر من مصادرها. يبقى اكيد خايف على العموله بتاعتها. المهم نبدا في اسرع وقت. ما تهاليش هنقدر. ليه؟ ما احنا خلاص طلعنا التراخيص. السيوله اللي معانا ما تكفيش نص الشغل المطلوب. خلاص نبدا بالسيوله اللي معانا ونبقى نغطي بالقرض اللي احنا مقدمين عليه. تفتكر هناخد القرض ده؟ انا كلمت مدير البنك وقال لي المساله مساله وقت مش اكتر. غريبه، مع ان انا اتصلت بيه النهارده وقال لي ان معظم اعضاء مجلس الاداره رافضين القرض. متأكد؟ لسه في ناس متخوفة من المشروع، لأنهم بيعتبروه ابن غير شرعي لشاكر علواني. طب والعمل يا خيال؟ احنا ما نقدرش نستنى أكتر من كده. تفتكر الناس اللي تابعة دينا اللي طلعوا لنا التراخيص يقدروا يمشوا لنا موضوع القرض في البنك؟ هشوف. بقالك كتير يا بنتي قافلة على نفسك، قلت اطمن عليكي. شكرا يا ام حسين. قريت الورق اللي في الشنطة؟ مش كله، بس الورق اللي قريته لحد دلوقتي فاهمني حاجات كتيرة قوي ما كنتش فاهماها. الورق ده هيكشف ناس كتيرة قوي، البلد كلها كانت مخدوعة فيهم وفي حقيقته. المهم يا بنتي ان يفيد والدك ويخفف الاحكام اللي عليه. يا رب يا ام حسين، عشان كده لازم انزل مصر في اسرع وقت. ما انتش خايفه يوصلولك قبل ما تسلم الورق اللي معاكي؟ لو كنت خفت من الاول يا ام حسين ما كنتش جيت لحد هنا. ربنا معاكي يا بنتي، ربنا معاكي. الو. ايوه يا عصام. انا بحذرك يا فريده ما تنزليش القاهره دلوقتي. دوري على اي حد عندك تثق فيه سلميه الورق وهو ينزل يسلمه في النيابه. طب سلام دلوقتي. سلام عزه. عارفه اني جيت لك من غير ميعاد بس كنا لازم نتكلم. انت عرفت مكاني منين؟ قعدت اتحايل على مختار لحد ما صعبت عليه وقال لي. ما هي انه ما اقولش لاي حد على مكاني هنا. وهو انا اي حد؟ يا حبيبتي افهميني، انت ممكن تكوني متراقبه وممكن يعرفوا طريقه عن طريقك. ساعتها بقى مش هيبقى قدامي غير حلين، يا اما يموتوني يا اما اقول لهم على مكان فريد. اه، وانت طبعا ناوي تضحي بحياتك عشان خاطر فريده. عزه، الموضوع ده مسألة مبدأ، والورق اللي معاه ده ما يخصهاش هي لوحدها، ده يخص البلد كلها. وانت ناسي ان انا واحدة من البلد دي؟ قصدك ايه يعني؟ انا كنت فاكرة اني هصعب عليك ومش هتنسى ان احنا مخطوبين في زحمة المشاكل اللي انت حطيت نفسك فيها دي. انت خطبتني عشان تنساها بيا، بس بعد ما اتخطبنا اكتشفت انك عمرك ما هتنساها
ولا عمرك هتقدر تعيش من غيرها. انا جايه لك النهارده عشان اشيل من على قلبك هم كبير، دبلتك يا باشمهندس. اديها للبنت اللي بتحلم بيها، وانا عن نفسي مسامحاك على الايام الجميله اللي انت عايشتني فيها والحلم اللي انت صحيتني منه فجاه. انتي ازاي تروحي لعصام من غير ما تقولي لي؟ ما انا لو كنت قلت لك ما كنتيش وافقتي. اه طبعا ما كنتش هوافق. يوم ما خطبك جالي هنا وطلب ايدك مني، ويوم ما تفسخوا الخطوبه المفروض يبقى بعلمي وعلم ابوك. انا اسفه يا عمتي بس ما كنتش اقدر استنى اكتر من كده. ما هو ما فيش حد عاقل بياخد قرار زي ده بالسرعه دي. بالعكس ده انا كده اتاخرت قوي. انا من زمان وانا بكذب قلبي وبقول يمكن يجي في يوم ويحبني ويفوق من شبح فريدة علوان اللي بيطاردوا في كل حتة. وهي فين فريدة علوان؟ ما هي في أسوان، محدش عارف هترجع امتى. عارفه انا حاسس ان البيبي ده وشه هيكون حلو علينا عقبال لما ينزل نكون قطعنا شوط كبير في المشروع. طبعا ما انت استلمت خلاص التراخيص. انا فعلا استلمت التراخيص بس لسه القرض. ايه هو البنك مضايقك؟ مضايقني قوي. لو ينفع يعني ناس بتوعك او يعرفوا يخدمونا في موضوع القرض ده هتبقى خدمة مش هنساها لهم. مش عارف بس عموما هسألهم لك. بس بسرعة والنبي يا دينا، انت عارفة كل يوم بيكلفنا كام. بس انت يا حبيبي خلاص عرفت نظام دندون. ما تقلقيش حقك محفوظ يا ستي، عمولتك اللي هتقولي عليها هتاخديها وعليها بوسه. هتكلميهم امتى؟ قبل شويه. راسها والف سيف تنزل مصر بكره، وهاني نصحتها انها تقعد معانا شويه. وتقعد معانا ليه هات؟ يا ابني نزولها مصر دلوقتي فيه خطر عليها وعلى اخوها. وقعدتها معانا فيها خطر على حياتنا كلاتنا. ما تخافش، انا فهمت الجيران انها بنت جماعه قرايبنا من الزجازيق وجايين يقعدوا معانا كام يوم. وعلينا بايدها كله بس يا ابوي، انت مش خابر ان وراها ناس هيطردوها وهم اللي قتلوا ستوته بعد ما مشينا من عندها بدقايق؟ يا ابني العمر واحد والرب واحد، وبعدين انا اديت كلمه لعمك صالح ولا يمكن ارجع فيها ولا على رقبتي. الكلمه دي هتبقى على رقبتنا كلاتنا يا بوي، انا وانت واختي زهره وجدتي. يا ابني دول ضيوف واجب علينا كرم الضيافه، وانا عارف انك راجل وما عاديش على بنت غلبانه هي واخوها الصغير. ولما الناس تعرف ان احنا مقعدين عندنا بنت الراجل النصاب اللي اسمه شاكر علوان. يا ابني وطي صوتك لحسن تسمعنا، وانا قلت لك قبل كده
مش احنا اللي نقول عليه نصاب ولا مش نصاب. أنا عارفة إنك متضايق من وجودنا عندكم في البيت، بس غصب عني عم صالح هو اللي ادى الشنطة لوالدك واضطريت أجي وراها لغاية هنا. أنا ما اشتكيت لكيش عاد، بس اشتكيت لعم حسين وأنا سمعتكم انتوا بتتكلموا. أنا مش جاي عاتبك دلوقتي، أنا جاي أطلب منك إنك من فضلك تلاقي لنا أوتيل رخيص نقعد فيه أنا وأحمد لحد ما نرجع مصر من غير ما حد يتعرف علينا أو يأذينا. أيوة بس ما تخافش، مفيش أي حد هيعرف إنك ساعدتني عشان أسيب البيت. في حاجة أخيرة عايزة أطلبها منك، من هنا لحد ما نمشي من فضلك تعامل أحمد أخويا كويس، الولد عيان وفي اللي مكفيه. محامي اتصل بيا وقال لي ان جلسه الاستئناف هتتاجل كمان اسبوعين، دي فرصه كويسه عشان بنتي تلحق تتصرف. بسم الله ما شاء الله. طب دي اخبار كويسه جدا. والله ما انا عارف يا شاوي، كلامها بيطمن بس صوتها قلقني في التليفون، دي حتى ما قالتليش بتتكلم منين. معلش يا شاكر بيه، ما هي اكيد مش عايزه تقلقك عليها اكتر ما انت قلقان. ما هي المشكله ان اخوها معاها، انت شفت الجماعه المجرمين دول كانوا هيعملوا فيهم ايه؟ مش هينفع تقعدي في لاكندا. مش هينفع ليه بقى ان شاء الله؟ احنا ما نقدرش نسيب حرمه تقعد لوحديها، الناس هياكلوا وشينا. المشكله دلوقتي بقت في الناس؟ مش بس الناس، احنا كمان هناكل وش نفسينا. الحمد لله يا فريده ان قضيه والدك اتاجلت. تقصد ايه يا عم حسين؟ يعني يبقى عندينا فقى وقت نفكر ازاي هترجع بالورق وانت في امان. بس انا مش هقدر اعيش عليكوا عيلة اكتر من كده. كلامي ايه اللي هتقوليه ده يا بنتي؟ ارجوك يا عم حسين، لو بتعزيني صحيح ياريت تدور لي على شغلانة لحد اما ارجع. ليه؟ وال 500 جنيه اللي معاكي تمن الساعة؟ أنا جبت بيهم علاج لمودي. علاج؟ وليه ما قلتلناش عشان احنا نعرف نتصرف ونجيبه؟ معلش يا عم حسين، كفاية اللي انتوا عملتوه معايا من ساعة ما جيت. كلامي ايه ده يا بنتي؟ أرجوك يا عم حسين، أرجوك تدور لي على شغل. أنا إذن
انا عايزك تدور لي على شغل يا هاشم. شغل ايه بس يا ابوي؟ تنسين انها قاعده معانا باسم مستعار، وكمان ما هنقدرش نقدم ورقة عشان ما تكشفش على حاجتها ويعرفوا انها بنت شكر الوان. ايوه يا ابني، انت بقالك 7 سنين في المركب دي وكلمتك مسموعه هناك. يا ابوي يا ابوي، انت بتصدق زهره دي بس بتنفخ فيا قدامكم؟ انت مش نجلت ابن المدير بتاعك اسوان لما كان في الديش؟ خليه يعمل بصله وشغلك فريده من غير ورق ولا دياوله. لا انا ما بحب الجمال من حد. بعدين شغل ايه اللي هي عايزه تشتغله؟ دي كلتها كم يوم وراجعه بلدهم يا ابوي. مش انت دايما تقول لي ما ضاقت الا لما فرجت؟ كنت بصبرك وصبر روحي، ما اعرفش ان الحكايه هتطول كده وتبوخ. بقالي كتير قوي محبوس في البيت زي ما اكون عامل عامله وهربان منها. ما صعبهاش على نفسك يا صالح، انت مالكش ذنب في اللي حصل ده. انا اللي صعبان عليا عزه، من ساعه ما فسخت خطوبتها مع عصام وانا مش عارف اصلح بينهم. أنا كمان مكسوفة منها قوي عشان اتجوزت قبلها. أنا مش عايزة أصعب على حد ولا حد يتكسف مني. عم صالح، أنا مش هاخدك بذنب عصام. بعدين محدش في الدنيا دي عارف نصيبه هيجيله إمتى ولا الخير هيجيله منين.